بتاعت الصرف لحد ما ترانسفير لحد بيدياتريك نيورولوجيست او حد نيورولوجيست لوحده. فلازم تدخل تعرف تدخل وتعمل فحص للعيان لحد ما ترانسفير او تيرفير لاي حد تاني نيورولوجيست. بالنسبه للنهارده اهم حاجه بالنسبه لنا النهارده كذا موضوع مهمين قوي بصراحه. اول موضوع احنا اتناقشناه في الامرجنسيز مع الدكتور مجدي الحفناوي، لكن وي هاف تو ريبيت بس كومنت بسيط قوي عليه، اللي هو الكونفرجنس يا جماعه. كونفرجنس ان بنشوف الكونفرجنس كتير جدا جدا. الكونفرجنس بالنسبه للكونفرجنس الكوز بتاعت الكونفرجنس كتير جدا لا حصر لها، لكن احنا هنهتم بالحاجات البراكتيكالي اللي ان فرونت اوف اللي احنا بنقابلها كتير. بنقابلها كتير قوي قوي. اول حاله دايما بتجي لنا دايما اللي هي الفبرايل كونفرجنس. الفبرايل كونفرجنس قبل ما نعرف الفبرايل كونفرجنس نتكلم عليها. الفبرايل كونفرجنس لاحظ حاجتين، ان الفبرايل كونفرجنس نيفر تو هابن افتر 5 ييرز. ما يجيش عيان عنده 6 سنين ويقول ده فبرايل كونفرجنس. العيان اللي هو عنده 6 سنين 7 سنين وجاز كونفرجنس ده مش فبرايل كونفرجنس. كاتبين في الكتب ان الفبرايل كونفرجنس اند ات 5 ييرز. ادي نمره واحد. نمره اثنين، قاعده في الطب السليمه تماما اللي هي ساينتفكلي قلنا 100% اني كونفرجنس بيوند 1 يير اقل من 1 يير كونسيدر مننجيتس انتل بروف اذر اوايز. بس احنا ما بنستعملهاش هنا خالص، بنخاف نستعملها هنا. ان الطفل بيجي له كونفرشنز قبل سنه ومعاه فيفر يبقى اعتبره مننجيتس انتل بروف اذر اوايز لحد ما اعمل لمبر فانكشن وتطلع نيجاتيف. القاعده دي طبعا احنا بنستثنيها شويه لان بعض الفيزيشنز او البيدياتريشنز ممكن يبقى ابيوز وهيدخلنا في دوامه وتبقى مش مننجيتس، فبنبقى كيرفول قوي قبل ما نعمل اللمبر فانكشن. لكن احنا كنا في السعوديه شغالين عليها كده على طول. اني فيفر بياند 1 يير كونسيدر مننجيتس انتل جروب اثر. ادي نمره اثنين، يعني اي كونفرجنس، ودي بالذات مهم قوي قوي بالنسبه لنا. دي القاعدتين اللي قلت لكم مهمين قوي بالنسبه للكونفرجنس. طب المانجمنت بقى بتاع الكونفرجنس، عيان داخل لي باي كونفرجنس وات ايفر ذا كوز سواء كان فبرايل او اذر وايز. لو هو فبرايل وانت واثق ان هو فبرايل، الفيفر والفبرايل يا جماعه ما بتجيش عشان الهاي فيفر، ما بتجيش عشان الهاي فيفر، بتيجي عشان سادن انكريز ان تمبريتشر. انكريز الحراره بتلاقي 38.5 وهي هو ان كونفرشنز هي كانت 37 بس اول سادن اما تنطل 38.5 يقوم جاي الكونفرشنز على طول. ما بتعتمدش على الديجري اوف تمبريتشر، مش لازم تبقى 40 41 عشان يجي له كونفرشنز، لا ممكن تيجي على 38.5 بس يبقى سادن ريلي سادن انكريز اوف تمبريتشر تبقى 37 واول سادن بقى 38.5 39. ففي الحاله ديت بيبقى محتاجين ان نتدخل على طول بسرعه. بالنسبه لكم فيها في اختيارين، الاختيار الصح الصح ساينتفكلي ان انا لازم ادي نيوريل او الفاليوم. الدوز بتاعته زي ما اتفقنا 2 من 100 ملي جرام بير كي جي، 2 من 100 ملي جرام بير كي جي، وبعض الكتب كاتبه 3 من 100 ملي جرام بير كي جي. مش هنعرف يبقى الدوز هي من 2 من 100 من 2 من 10 3 من 10 ملي جرام بير كي جي، 2 من 10 3 من 10 ملي جرام بير كي جي. طب ما لقيتوش اي في، مش لاقي اي في، يبقى السبستيتيوت اللي انا اديها ريكتال. ريكتال بس الدوز اوف ريكتال 5 من 10 ملي جرام بير كي جي، 5 من 10 ملي جرام بير كي جي. امبول النيوريل او فاليوم دايما 10 ملي جرام في 2 سم، 10 ملي جرام في 2 سم، يعني نفرض طفل 10 كيلو، 10 في 3 من 10 ب 3 فيبقى هتحتاج 3 ملي جرام، 3 ملي جرام يبقى عايز 3 ملي جرام، هضرب 3 في 2 على 10، 3 في 2 على 10 يبقى هديله 6 من 10 سم. هديله 6 من 10 سم. احنا قلنا ان معدل الدوز نسيتوه انتم، الكمية المطلوب اعطائها بالملي لتر بتساوي الكمية المطلوب اعطائها بالملي جرام في كمية الأمبول على تركيزه، على تركيزه. فأنا محتاج الطفل 10 كيلو، 10 في 3 من 10 ب 3 ملي جرام يبقى 3، الأمبول كام سنتي؟ 2 سنتي قلنا، يبقى 3 في 2 على تركيزه كام؟ 10 ملي جرام على 10، يبقى 3 في 2 على 10 6 من 10، يبقى هياخد 6 من 10 سم دايركت اي في وزاويه دايليوشن. ولاحظ ان ماست بي اي في، نيفر تو جيفن اي ام، نيفر تو جيفن اي ام. لو اديته اي ام هيعمل لك مشاكل بسيطه، لكن لو اديته اكسترا فينال او اكسترا فيزيكولار هيعمل لك ثرومبو في البنش، هيعمل لك ثرومبو في البنش. متاكد ان انت انترا فينوس، متاكد ان انت انترا فينوس. نعم؟ لا انا بقول لك ما لهاش ليفل، يعني ممكن تبقى 37 صاد انكريز بقت 38.5 عملت فيه، عملت ريلاج، عملت بوست. مش لازم تبقى احسن على 41 ولا 40. لكن انا بتكلم، انا بقول ساينتفكلي ان احنا ندي نيوريل.
لكن افرض ان انا دلوقتي في مستشفى وحليني على ما اجيب النيويل والوقت في برايت كومبارشنز ومتاكد انها في برايت كومبارشنز ومفيش هيدا هيستوري في كومبارشنز. في الحاله دي زي ما بقول لكم لازم ابدا حاجه اسمها تيبد سبونجنج. تيبد سبونجنج يعني كمادات ميه. كمادات الميه هنا اطس بالطريقه زي ما قلت لكم واللي احنا بنستعملها دايما بجيب تاولز فوط يعني ثلاث اربع فوط او مناديل حتى قلت لكم زي مناديل السفره بتاعتنا العاديه خالص. وبالله ميه احط واحده على الشيست واحده على الابدن واحده على الليج واحده على الباك وبعد ما يحصل ايفابوريشن بسرعه اعمل تاني او اقول لصادن او حاطه في البانيو ومغرقه ميه ماشي اغطيه بالميه خالص بص تلاقي الفيفر او احميه اديله شاور اديله شاور جامد بص تلاقي الفيفر الكونفرشن وقف ساعتها ما انساش ابدا ان انا يبقى اطفال صغير مش جاي لي حاله فيبرال كونفرشن بس جاي بطريقه غريبه خالص جاي لي كوريو اسيتوتيك موفمنتس نتيجه الفيفر صوره جسمه كله بيتحرك انفولنتري موفمنتس والفيفر 40 كل اللي عملته والله دخلت في الحمام بتاع الطوارئ اللي موجود لحد الان وجبت عرض كل حاجه تصب فيها وصبيت على جسمي كله الكونفرشن سكتت 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 ده موقف خالص كذا مره وفي البوليكلينيك عندي برضه يجي عيان فيبرايل كونفرشن ما عنديش فاسيتس ان ادي اليوريل وبسرعه جدا واقوم مدخله بسرعه ومحميه ميت جايب تيبت سبونج جايب طبق مليان ميه واخد التوز بسرعه واحط احط 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 بالظبط ربع ساعه تنزل الفيفر معاك ل 37 والكونفرشن استقر. لكن لو انت في الامرجنسي يو هاف تو جيف نيوريل. لكن لو كنترول التمبريتشر وتدي بقى سبوزيتري بسرعه فولترين سبوزيتري او دولفين لو اكبر من 1 يير او ماكوفين لو اكثر من 6 شهور او سيتال سبوزيتري لو اقل من 6 شهور بص بقى الفيفر نزلت معاك في النورمال ساعتها والكونفرشن استقر. يبقى اول حاجه نيوريل. لو في عندك فاسيلتي في حاجه اسمها فاليوم سبوزيتري، الفاليوم سبوزيتري 5 مللي جرام، 5 مللي جرام وهو عباره عن انبوبه زي انبوبه المرهم لها مبشم طويل زي انابيب المرهم بتاعت الهيمورويدز زي انابيب المرهم لها مبشم طويل كده. باخدها اعمل لها لو الطفل 10 كيلو 10 في 5 من 10 5 مللي جرام بفضي الفاليوم كله السبوزيتري كله في الريكتم في الريكتم. بعض الزملاء كان بيعمل حركه جميله قوي لما يعمل حركه حلوه قوي ان هو بيركب تريكتال تيوب ريكتال تيوب ويعمل انجكشن للانبول في الريكتم ويبوش بشويه نورمال صلاحيات عشان يحصل له ابزوربشن في الريكتم. يعني بيركب ريكتال تيوب الاول ويقوم جاي حاقن الفاليوم وبوشنج من نورمال صلاحيات اللي هيدخل الفاليوم جوه في الريكتم فالابزوربشن يتم بسرعه جدا لان مش افيلابل عنده الفاليوم سبوزيتري. زي ما قلت لكم لازم نتصرف حسب الامكانيات المتاحه حوالينا. انا في وحده ريفيه لا عندي نيوريل ولا عندي اي حاجه خالص ولسه حاليا عامل هجيب لي نيوريل هجيبه من الاجزخان هياخد نص ساعه. لا حد اكتب سبونجنج واعمل كمادات واديله شاور وبتاع لحد ما الفكر كونفرشن سايتر او لو عندي نيوريل هديله دوز مش افيلابل ان انا اركب اي دي اديها ريكتالي زي الدوز اللي احنا اتفقنا عليها 5 من 10 مللي جرام بير كي جي 5 من 10 مللي جرام بير كي جي او سنتي كل 10 كيلو ريكتال سنتي كل 10 كيلو ريكتال ماشي. ادي اول واحده يبقى الفيبرايت كونفرشن تهمني قوي لان دي تحت فرض الفيبرايت كونفرشن تلاقيها جايه مع ايه؟ تلاقيها مع تونسلايتس مع اوبكس ميديا مع يورينا ريتاكت انفكشن. هتلاقيها مع اوبكس ميديا تونسلايتس يورينا ريتاكت انفكشن. طبعا المنجاز هنتكلم عليها لوحدها المنجاز هنتكلم عليها لكن دي بنتكلم على الفيبرايت كونفرشن كومون قوي مع الروتاتس ميديا والتونسلايتس واليورينا ريتراكت انفكشن. يبقى ما يجيلك حاجه ما تتخضش اهم حاجه انا قلت لكم دايما حالات الامرجنسي عايز تبقى كالم قوي هادي جدا ما تنفعش. لسه امبارح طفل داخلين شايلينه لي في البولي كلينيك شايلين واد ايه شوكت ايه اللي شوكت بالشوكت خالص كان بيعمل ايه كان بيعمل ديفيكيشنز واول اوف سادن يظهر من شفير بين او كويك دخل في نورجينيك شوكت. كل عملت نيمته وبتاع بالراحه خالص خالص نيمته وعملته رفعت الجيب شويه شويه بعد الوقت بقى كويس خالص ما عملتش حاجه خالص انا ما عملتش حاجه بس التصرف بقول لك لما تبقى كارم تتصرف بالراحه وعلى مهلك وبعدين ما تاخدش باللي حواليك يعني مثلا الام نيرفس وريتول وخايف الواد بيموت الواد اسمع الشيست الاول واسمع الهارت واطمن الجينرال كونديشن بتاعتك عامل ايه كيف الواد سمعت الشيست كويس والهارت كويس اسمك ايه يا ابني قال لي كريم ما خدش سليب كويس خالص هو بس اكزوستد من الفوميتنج والداريا وسويتنج من كتر البين اللي كان موجود مش عايزه مني مانجمنت ولا حاجه لكن عشان كده بقول لكم لازم تبقى كالم قوي مع حالات الامرجنسي هادي قوي 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 ما تنفعلش مع انفعال الام والاب عشان ما تخطيش في الديسيجن بتاعك الديسيجن بتاعك ما يبقاش اوفر اوفر قوي قوي.
يبقى الفبرايك كونفكشن اللي مطلوب منك تبد سبونجنج او كمادات ميه فاتره زي ما احنا بنسميها بالعربي. تبد يعني حنفيه، تبد سبونجنج يعني كمادات ميه من الحنفيه، ترجمه حرفيه لكن كمادات ميه من الحنفيه. الايس باك كونترا انديكيتد في البيتكس، ممنوع استعمل الايس باك. ان انا اجيب كيس مليان تلج واحطه على راس الطفل ده غلط خالص، دينجرس قوي على البرين بتاعه. يبقى في الفبرايك كونفكشن مطلوب مني ادي نيوريل وادي انتي بايريتكس واعمل تيبد سبونجنج. تيبد سبونجنج باي طريقه قاتل ما، بعض العيانين بيشنس بقول لهم هات طبق بلاستيك من بتاع الغسيل واملاه ميه وقعد الطفل فيه وارفع وحط الميه على راسه وجسمه وكله، بص تلاقي الكونفكشن راحت معاك على طول. وفعلا بتروح في ساعتها بعد اول ما التمبرشر تنزل بتنزل معاك التمبرشر. ودي زي ما قلت لك الدولفين. بعض الزملاء يسالني طب ممكن ادي فولتانين امبول؟ اه ممكن تدي فولتانين امبول بس بنفس الدوز، 1 ملي جرام بير كي جي بير دوز، 1 ملي جرام بير كي جي بير دوز. ده بالنسبه للفبراير كونفكشن. النقطه الثانيه، السؤال ده من اللي هتساله، نعمل اي جي ولا ما نعملش اي جي؟ مش مطلوب منك تعمل اي جي في الفبراير كونفكشن الا اذا كان ريبيتد وفريكوينت كتير جدا، بيديله كتير جدا. فبعمل اي جي افتر 1 مانث من الاتاك، يعني جاله فبراير كونفكشن يوم 1/6 ممنوع ان انا اعمل اي جي لحد 1/7. ليه؟ لان هتطلع الاي جي اب نورمال. او حاجه من الاثنين، اعمله عند 1/6 برضه ويبقى ده البيز لاين بتاعي، واعيده بعد شهر او شهر ونص. لو لقيت بقى نزل تيرن نورمال يبقى ده ما فيهوش مشكله، لكن لو لقيت فيه اب نورماليتي افتر 1 مانث بيسموه حاجه بوتنشالي ابيليبتيك تشايلد. بوتنشالي ابيليبتيك تشايلد ممكن يجيله اتاك ابيليبسي بعد كده. بوتنشالي ابيليبتيك تشايلد. وساعات لا قدرا يعني بس تريلي بقى ابيليبتيك فوكس، تلاقي ابيليبتيك فوكس وبرسبيتيتد بالفيفر والابيليبسي بتبرسبيتيتد بالفيفر. فما تطلبش الاي اي جي الا بعد 1 مانث من الاتاك، والا هتبقى فولسلي بوزيتيف. فولسلي بوزيتيف ماشي. ده بالنسبه للفبرايل كونفكشنز. جيب كمان كوز تاني في كونفرشنز. الكوز التاني في كونفرشنز الابيليبسي. عيان ابيليبسي جايش يو هو انكونفرشن، ايش التمبريتشر تلاقيها نورمال يا جماعه، بياخد حاجه اه ماشي على الديباكين او التجريتول او الفينوبربيتول او بتاع، فاقول ان ده ابيليبتيك شارب. هتتصرف ازاي؟ نفس التصرف، حد نيورين برضه انترافينسلي، نيورين انترافينسلي، وفي نفس الوقت مش مطلوب بقى مني تيبل سبانجنج، حد نيورين. هنا بقى انا اخد يعني السؤال دايما، حد نيوريل كام مره؟ زي ما قلت لكم الكتب كلها كاتبه 3 مرات نيوريل، 3 مرات يعني حد ويندوز دلوقتي لو الكونفرشنز وقفت الحمد لله، ما وقفتش بعد 10 دقائق بدي انذر دوز، ما وقفتش بعد 10 دقائق بدي انذر دوز. طب افرض كمان بقى العكس، لو هي الكونفرشنز شغاله وانا بدي الدوز وانا في نص الدوز الكونفرشنز وقفت، يقول لك وقف ما تكملش، وقف ما تكملش. يبقى انا اصلا حاجتين، يا اما الكونفرشنز وقفت اثناء ما انا بدي يبقى وقف الدوز، لكن وقفت ما وقفتش بعد كده يبقى اكمل انذر دوز بعد 10 دقائق وانذر دوز بعد 10 دقائق. في مرحله ثانيه بعد كده اللي احنا اتفقنا ندي البانوتين اللي هو الفينايل هيدانتوين او الفينوتوين اللي هو اسمه ايبانوتين. ايبانوتين 20 ملي جرام بير كي جي، بس قلنا ده دينجرس قوي لو انت شغال في وحده ولا شغال في حاجه زي كده، خطر ان انت حد حاجه زي كده، ابعد عن الحاجات دي كلها. السكند لاين تاني اللي هو زي ما بقول هو الفوسفاتين، الفوسفاتين اللي هو الشرابيكس، بس برضه قلت لكم بلاش تبعد عنه خالص لان له مشاكل مع الكارديوفاسكولار سيستم. 20 ملي جرام بير كي جي للاثنين، الفينايل هيدانتوين وهو الفوسفاتين، الاثنين 20 ملي جرام بير كي جي اي في دايركت اي في. نعم؟ نيورين نفس الدوز، نيورين نفس الدوز، بكرر نفس الدوز. كان في قاعده برضه كنا بنشتغل فيها في السعوديه برضه زمان، بس لقيت بعض الناس مش اجري عليها قوي، ان هو ممكن تدي يعني الامبول، يعني تدي امبول واحد، يعني مثلا الطفل ثلاثه اتفقنا هنديله 3 من 10 بياخد 3 مللي جرام، حد 3 مللي جرام، وبعد كده حد 3 مللي جرام، وبعد حد 3 مللي جرام، ولو ما وقفتش حد 1 مللي جرام، يعني يقول لك خلص ال 10 امبول بس، ما تجيبش اكتر من كده. بس بعض الكتب لقيتها مش كاتبه الكلام ده خالص، بيدي 3 دوزز 3 سكسشن دوزز وستين مينت انترفال، وفي الغالب عمرك ما بتعدي 1 او 2 دوزز. ده بالنسبه للابيليبسي. الابيليبسي دايما هتلاقي الابيليبسي حاجه من اثنين، يا ان كنترولد، دي مهمه جدا بالنسبه لي، ان كنترولد مش لسه نوت ادجستد مع التريتمنت اللي بياخده، ان كنترولد. يا اما كنترولد بس هو بيعمل
تشينجينج في الانتي ابيليبتيك براكتس، ودي بتقابلنا كتير قوي يا جماعه. العيان بص لاقيه جاي يقول لك اصل انا كنت باخد تيجريتون وهو اثناء ما بغيره للديباكين وانا بغيره للديباكين حصل كونفرسيشن، ولذلك مطلوب وانت بتعمل تشينج في الدراجز او بتغير سبستيت الدراجز بتاعت الابيليبسي لازم تبقى فيري جرادوال ويز درور اند ويز جرادوال فاندراكشن. يعني ازاي؟ طفل ماشي على تيجريتون معلقه كل 12 ساعه وانا هغير للديباكين، هشيل بقى جزء من التيجريتون وادي جزء صغير من الديباكين كل 3 4 ايام، وبعد 3 4 ايام اشيل جزء من التيجريتون وادخل الديباكين وارفع الديباكين، وافضل ماشي على الكنترول دوت لحد ما اوصل للدوز اللي كالكوليت الدوز بتاعت الديباكين. ساعتها في اللحظه دي اوقف، او بعدها كمان بيومين ثلاثه اوقف التيجريتون. ليه؟ لان لو صادم ويزدرول اوف ذا دراج هيدخلني في ستيتس ابيليبتيكس. كومون قوي قوي انك تلاقي حاله ستيتس او تجي لك حاله ابيليبسي نتيجه ان هو بمجرد ان هو بيتشينج للانتي ابيليبتيك دراجز، بيتشينج للانتي ابيليبتيك دراجز. ماشي، دي مهمه قوي قوي، سلو اندكشن وسلو ويزدرول، سلو ويزدرول مع سلو اندكشن. ما تبداش بسرعه تقول وقف الدواء ده وابدا الثاني بكره، هخش في ستيتس ساعتها هخش في ستيتس ابيليبتيكس. اللي هتشوفها برضو كتير قوي العيال اللي هي بوست اكتال ستيج، بوست اكتال ستيج الابليبس دايما يا جماعه فيها ثلاثه مراحل، بالذات اللي بنتكلم على جراند مال ابليبس، اللي هي جراند مال ابليبس، جراند مال ابليبس اللي هي جي اسمها تونيك كونيك ستاج، تونيك كونيك ستاج، تونيك كونيك ستاج. نعم؟ لا اثناء الاتاك ما اقدرش، اثناء الاتاك ما اقدرش افرق، لازم ايه يجي لي في الرئه. ايه؟ بالظبط كده، مش هتعرفي نوعيتها الا من الاي جي. هيجي لك مثلا تمبورال لوب ابيليبس في الحاله دي بيحتاج تيجريتون. جنراليزد ابيليبتيك فوكس، ما جنراليزد ابيليبتيك ديسشارج، الحاله دي بيحكي لك حاجه جنرال زي ما هنتكلم بعد شويه ازاي قد التريتمنت بتاع الابيليبس. ماشي يا جماعه؟ لو كومون ابيليبتيك اللي احنا بنستعمله. ال ما انا جاي لك لسه في كلام، كان احنا اتكلمنا على اثنين بس، الفيفر والابيليبس، هنخش لسه على حاجات ثانيه. ماشي، يبقى بنتكلم على الابيليبسي، قلنا اول حاجه ان انا اثناء الوذرول او الاندكشن ممكن يجي لي ابتلاك في ستيتس ابيليبتيكس او يجي له كونفرشنز. قلنا بقى ان اللي كنت بتكلم عليه ان حاله الابيليبسي دايما في بالذات الجراند مال دي اللي كومون قوي بتيجي في ثلاث مراحل. مرحله الاورا اللي هو السنسوري اتاك، بيسموها السنسوري اتاك، وحاره كونفولشنز، والبوست اكتال ستيج. دايما دول الثلاث مراحل كومون قوي. الاورا ديت بيشوف حاجه من اثنين، بيشوف فيجواليزيشنز، حاجه بيشوفها كده خياليه فيجواليزنج، حاجات فيجواليزنج، او اوديتوري يسمع حاجات غير طبيعيه، وبيبقى عارف ان الاتاك هتجيله لو هو كونشس والليفل بقى اوراد انتليجنت، يقول لك انا هيجي لي الاتاك حالا اهو، وفعلا يجيله الاتاك في الشهاده. ليه؟ لانه بيشوف حاجه اصلا يعني بتجري، او بيسمع حاجه بيسموها اورا، الاي اورا، الاورا اللي هي بري اكتال ستيج، بري اكتال ستيج، وممكن ينبه اللي حوالينا هيجي لي الاتاك كونفرشنز دلوقتي. ادي واحد. ومرحله الكونفرشنز، بعد مرحله الكونفرشنز بيخش في مرحله سيمي كوماتوز كده، او ديبلي سليب، او ديبلي سليب، بياخد لك وقت ساعتين. المهم دايما الحالات اللي هتشوفها جاي دراوزي خالص ونايم والموست سليب، وينادي عليه على ما يرد او ما بيردش خالص، بيبقى سيمي كوماتوز او ديب سليب. يرسبونس بس للبينفل ستيمولاي، وبص يعمل يرسبونس كده للبينفل ستيمولاي. ففي الحاله دي ما تديش تريتمنت، جاست فولو اب للعيان، جاست فولو اب للعيان. المشكله الثانيه في الكونفرشن ساعات بيحصل سينوز، وانت بتدي النيوريت ادي الاكسجين لو افيلبل عندك اكسجين، ادي الاكسجين لو افيلبل عندك اكسجين. النقطه الثالثه المهمه قوي قوي، حاول انه ما يعمل دازنت بايت هيز تانج، ما يعضش لسانه، لانه في المرحله ديت بيعور نفسه جامد. او دونت هارم هيم سيلف، دونت هارم هيم سيلف، ما تخلوش ياذي نفسه. فابسط حاجه خالص لو انت في مستشفى ولا حاجه، بتيجي حاجه اسمها اير واي، اير واي بتحط بس ما بين الماوس عشان ما يعملش بايتنج على التانج. مش افيلابل، بتجيب مثلا منديل ولا اي حاجه تحطه بين لسانه عشان ما يعملش بايتنج للتانج، بايتنج للتانج، وتحاول توبزيرف عشان دازنت هارم هيم سيلف. ده في حاله الكونفولشنز، في حاله الكونفرسيشن لحد ما تتصرف وتدي نيوريل او نيوريل او تدي السبستيتيوس بتاعته. ده بالنسبه يا جماعه للابيليبسي. زي ما قلت لكم تشخيص الابيليبسي لا يتم الا عن طريق حاجتين، اهم حاجه بالنسبه لي الاي جي،
اهم حاجه بالنسبه للاي جي. الاي جي الناس اللي بتقرا اي جي في ناس افيشنت قوي في الاي جي. خالص جاست اوبزيرف، ما تسرعش تدي له ريل، ما تسرعش تدي له ريل، حطه اندر اوبزرفيشن. بص بعد ساعه خد له ساعه نوم، ساعه ونص نوم ساعتين، وقام كومبليتلي ويل تشارج، كومبليتلي ويل تشارج، ما فيش حاجه خالص. وعشان كده تقول الحالات ما تستعجلش. يقول لك اصل كان بيتشنج، مش تدي بقى نوريل، لك ده كان بيتشنج، ما تديش نوريل دلوقتي، خلاص الموضوع عدى. حطه اندر اوبزرفيشن، لو جالكوا فرشه ثانيه ادي نوريل، ما جالوش يبقى خلاص ما تديش حاجه. نعم؟ لا لا، هو بس لو كان بياخد دوز تسالهم هو خد الفري اللاست دوز خدها ولا ما خدهاش؟ يعني هو نسي الدوز بتاعت الدبيتول، نسي الدوز بتاعت الديبيكين، نسي الدوز بتاعت الفينوباربيتول، يبقى تدي له الدوز بتاعته اللي هو ميست الدوز. دايما بتبقى ميست دوز ساعات، بس ساعات الكونفرشن جايه لانه ميست دوز او تو دوز. فبتتاكد بس من المذر والفازر او من البيشنت تمسك لما يبقى الطفل كبير شويه ان ات دازنت ميس ا دوز. دايما بتيجي الكونفرشن الحاجات دي كلها بتيجي ميست دوز ميست تو دوز. الصح يا جماعه لو قلت لكم ان احنا لازم نعمل السيرم ليفل بتاع الدراج عشان اتاكد ان انا الدراج ده عامل كنترول كويس، لازم اعمل السيرم ليفل. مشكله الديباكين بالذات السيرم ليفل بتاعه لسه مش افيلبل قوي بالنسبه لنا جامد، لكن التيجريتول افيلبل والفينوباربيتون افيلبل، بس دول اللي اعرف ان هم افيلبل قوي في الماركت، لكن الديباكين ريرلي قوي ان احنا نعرف السيرم ليفل بتاعه. نيجي بقى نبذه بسيطه قوي عن الانتي ابيليبتيك دراجز، نبذة بسيطة عن الانتي ابيليبتيك دراجز. الانتي ابيليبتيك دراجز هم أربعة أو خمسة بنستعملهم، كل الجماعة اللي بيتحركوا فيهم على أساس حاجتين. المبدأ دايما في التريتمنت بتاع الابيليبتيك يا جماعة حاجة من اثنين، يا سنجل دراج ثيرابي يا كومبايند دراج ثيرابي، يا سنجل دراج ثيرابي يا كومبايند دراج ثيرابي. ازاي؟ يعني الطفل مثلا عنده عامل اي جي، عامل اي جي لقيت جنرالايزد ابيليبتيك ديسشارج مش محدد فوكس، جنرالايزد ابيليبتيك ديسشارج، في الحاله دي بندي حاجه جنرالايزد انتي ابيليبتيك دراجز. ايه جنرالايزد انتي ابيليبتيك دراجز؟ مشهورين قوي الديباكين او الفالبرويك اسيد، الفالبرويك اسيد، والثاني اللي هو كلونازيبام، الكلونازيبام مشهورين قوي الكلونازيبام، دول الجنرالايزد انتي ابيليبتيك دراجز. وبرده عندي الايبانوتين، الايبانوتين اللي هو الفينايل هيدانتويد، فينايل هيدانتويد. ماشي دول ده موست سترونجست اللي اتفقنا عليهم، الديباكين والكولونيزيبام. التانيين بقى اللي هو ما بيشتغلوش جنرالايز، بيشتغلوا على حاجات اللي هي لوكالايز شويه، اللي هم الايبانوتين، الايبانوتين والفينوباربيتون، والفينوباربيتون والفوسفاتويل اللي هو السيرابيكس، انا ما اشتغلتش بيه خالص السيرابيكس. الرابع والاخير اللي هو البانوتين وفينايل التيجريتول كاربامازيبين، التيجريتول الكاربامازيبين. وان كان بعض الناس ما عادش بيعتبر التيجريتول كانتي ابيليبتيك دراجز، لكن برضه لسه موست اوف ذا نيورولوجيست بيعتبروا التيجريتول وان اوف ذا انتي ابيليبتيك دراجز، وان اوف ذا انتي ابيليبتيك دراجز. تاني ايه؟ مش لوكالايزد، اقصد ان هم الايفكت بتاعهم مش جنراليزد وباورفول زي الحاجتين الاغنيين اللي هم الديباكين كورنيزيبام، اللي هو الفينايل هيدانتويل او اسمه في الماركت ايبانوتين. والفوسفاتوين انا ما اشتغلتش بيه بس قرات عنه كتير، اللي هو اسمه سيرابكس، سيرابكس. الثالث اللي هو التيجريتول او الكاربامازيبين، التيجريتول او الكاربامازيبين. الرابع اللي هو الفينوباربيتون، الفينوباربيتون واسمه في الماركت السومنيليتا، السومنيليتا. ماشي يا جماعه، دول بص حل اي حاله ابيليبسي هتبقى ماشي على واحد من دول. نيجي بقى ازاي، يعني ازاي امانج حاله ابيليبسي، ازاي امانج حاله ابيليبسي؟ بعمل اي جي، واتفقنا بعد 1 مانث من الاتاك، بعد 1 مانث من الاتاك. الاي جي ريبورت جاي بيقول لي كده، اول حاجه ابيليبتيك فوكس ان ذا تمبرال لوب، لاحظ كلمه تمبرال لوب وابيليبتيك فوكس، يعني في فوكس موجوده وفي التمبرال لوب. عشان ما تنساش تمبرال لوب ده احسن دراج معاه التجريتول، التجريتول جاي من تي حرف تي تمبرال لوب، الثاني تجريتول. يبقى لو تمبرال لوب ابيليبسي افضل دراج لها التجريتول. طب ايه تاني في التجريتول؟ اللي هو البيتيت مال ابيليبسي، لو طلعت
في الريبورت بتيت مال ابيليبسي او بتيت مال ابيليبسي، لا ذا بيست دراج اللي هو التجريتول. التجريتول الدوز بتاع التجريتول 15 ملي جرام بير كي جي بير دي، من 10 ل 15 ملي جرام بير كي جي بير دي، من 10 ل 15 ملي جرام بير كي جي بير دي. التجريتول موجود على هيئه ثلاثه فورمز. اول فورم تجريتول سيرب، قلتوا كده تجريتول سيرب 2 من 10%. المعلقه فيها يا جماعه عشان ما تتلخبطش، معلقه 100 ملي جرام. وفي تابلت فورم 200 ملي جرام، وفي تابلت فورم ثانيه اسمها تجريتول اس ار او سلو ريليز، بيدوه حبايه واحده في اليوم بس. اوف ماي براكتس ات از اوف نو يوز، ما بتفيدش التفريش كتير، بالعكس لما ادي دراج ديفايد على دوز احسن ما ادي دراج والسيروم ليفل يبقى مطمني ويجي له اتاك اوف ابيليبس تاني. لكن في موجود فورما اسمها تجريتول اس ار سلو ريليز. سلو ريليز هديكم مثال، طفل 10 كيلو وهحسب على اللودز، دايما تحسب على اللودز وذ انكريز دوز، وده اللي قلت لكم اللي هو اسمه سنجل دراج ثيرابي. انا ابدا على لودز وافضل ارفع الدوز لحد ما اوقف الاتاكس، يبقى ده اسمه سنجل دراج ثيرابي. ان انا هدي 1 دراج وهرفع الدوز وافضل ارفع 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 لحد ما اوصل للسيروم ليفل اللي هو الاوبتيمم وامشي عليه فتره، لو كنترولد يبقى خلاص همشي على سنجل دراج ثيرابي. عايز اغير هغير، ما جابش ريسبونس وعايز اغير هغير لانذر دراج واوصل للسيروم ليفل اللي هو الثيرابيوتيك ليفل وامشي عليه لحد ما هنتكلم بعد كده الفتره قد ايه، لو كنترولد امشي عليه واكمل. او الطريقه الثانيه زي ما قلت لكم اللي هي كومبايند دراج ثيرابي، دي بتبقى في حالات الشفير ابيليبسي. الشفير ابيليبسي نيجي ده المثال اللي احنا كنا عليه التجريتو، طفل 10 كيلو وعنده تمبرال لوب ابيليبسي او بتيت مال ابيليبسي، 10 في 10 ب 100 يبقى هديله تجريتول شراب 2 سم ونص كل 12 ساعه لمده سنتين. يا جماعه سنتين التريتمنت اوف ابيليبسي 2 years from the last attack. 2 years from the last attack. اب وام زهقانين يقول لك لا هنديله سنتين بحالهم، يبقى يقول لهم الحكم بينه وبينكم الاي جي، بعد 6 شهور هعمل اي جي. لو بقى كومبليتلي نورمال في الحاله ديت ما كان ويزدرو ذا دراج، بس لو حصل اتاك ثانيه هديله سنتين، تشترط عليهم كده. زهقوك بقى عمال يقول لك لا اوقف الدراج وقف الدراج، الواد نايم كتير، الواد ما بياكلش، لا خلاص هن 6 شهور وهنعيد ايجي، لو بقى نورمال هنوقف بس ساينتفيكالي 2 years from the last attack. يرحمكم الله. 2 years from the last attack. ادي واحده. اللي ده السنجل ثيرابي. افرض ان انا اديت تجريتول وبعد اربع ايام زي ما قلت لكم احنا كنا بندي عمليه التجريتول بعد 48 ساعه بالظبط بعمل حاجه البيك والترف. البيك اللي هو الدوز قبل التجريتول، يعني بعد التجريتول بساعتين، البيك اللي هي بعد التجريتول بساعتين، اديت الدوز وبعد ساعتين عملت السيرم ليفل. والترف اللي هو قبل النكست دوز ميعاد الدوز الساعه 6، 6 ل 5 خدت السامبلز. الليفل بتاع التجريتول معروف دايما من 4 ل 10 ملي جرام، 4 ل 10 ملي جرام في السيرم ليفل، ده السيرم ليفل بتاعه. لو ده هو في الرينج ده من 4 ل 10 يبقى ده في الثيرابيوتيك دوز. لو زاد عن 10 يبقى دخلت في التوكسيك دوز. لو اقل من 4 كمثال، يعني اقل من 4 يبقى لسه ما وصلتش للثيرابيوتيك دوز. في الحاله ديت قصاد اختيارين، لو البيك هو اللي واطي، البيك هو البيك هو اللي البيك هو اللي عفوا يعني البيك هو هنتكلم هو الدرجة عالي السيرم ليفل مش عارف اوصل بيه، فبرفع الدوز، لازم ارفع الدوز، لو اقل من 4 لازم ارفع الدوز. لكن احنا بنتكلم بقى لو عالي، لو الطرف اللي عالي، برفع الدوز لازم كده، لو الطرف اللي عالي لازم ارفع الدوز. عفوا اقل الدوز، عفوا صح صح صحيح اهو الحمد لله. يبقى لو الطرف اللي عالي لازم اقل الدوز، لكن لو البيك اللي عالي بعمل سبيسنج للدوز. يا استني واحدة اسمها انا ما بحفظهاش، انا بحسبها بصراحة. لو الترافي اللي عالي بعمل سبيسنج للدوز، ولو البيك اللي عالي ماشي. يعني تفرض مثلا الطفل بعمل التجريتول ليفل طلع 11، في البيك، ماشي، اقلل الدوز، طيب طلع 11 في الترافي
الطرف اللي هو قبل النكست دوز، يعني انا بديه الساعه 6 الصبح و6 بالليل، الطرف ان انا هاخد السيروم ليفل 6 الى 5 قبل ما ياخد النكست دوز، يبقى اخر من اخر الافكت بتاع الدرج البيك اللي هو بعديه بساعتين. وده في كل الميديكيشنز يا جماعه، مش احنا بندي مثال كانت تجربتوه، اي دراج في العالم كله دلوقتي لازم يتم. وبص خش على نيلسون في صفحه اسمها نيلسون يقول لك السيروم ليفل بتاعه كذا كذا، الثيرابيوتيك ليفل. لسه كنا امبارح بتكلم مع الدكتور ربنا يشفي ابنه عنده نفروتك سندروم، فبيديله سايكلوسبرين، الليفل بتاع السايكلوسبرين من 100 ل 300، لازم كده السيروم ليفل يبقى 100 ل 300. فجاله ريلاتش، فهو قبل ما يتصل بالدكتور ناجي ابو الهنا قام حاطط له كوان كبسول زياده، حط له كده من عنده كبسوله زياده. السيروم ليفل اترفع معاه من 100 ل 300 اللي هو الثيرابيوتيك ليفل، وصل معاه 750. 750 السيروم ليفل، يبقى هو زود دخل في التوكسيك دوز، ودي اللي احنا بنحذر منها قوي في الانتي ابيليبتيك دراجز بالذات والكيموثيرابي دراجز. لازم كنترولد باي حاجه اسمها قلنا زي ما اتفقنا الثيرابيوتيك ليفلز. الثيرابيوتيك ليفلز مكتوبه في نيلسون في جدول جميل جدا، كل الميديكيشنز والسيروم ليفل بتاعها كام. طبعا في حاجات افيلابل في مصر وفي حاجات مش افيلابل، اللي احنا لما كنا شغالين في السعوديه كان البالبرويك اسيد عشان اعمل له سيروم ليفل ببعته المانيا ويرجع لي تاني، عشان ببعته المانيا عشان اعمل ادجستمنت للدوز، ولو نبعت المانيا عشان ادجست الدوز. فموضوع التريتمنت بتاع الابيليبسي موال كبير قوي قوي قوي، وعايز واحد فيري جود اكسبيرت. بس انا بديكم برضه جاست هنتس بسيطه عن ازاي هتعمل كنترول. يبقى التجريتول اللي انا اديتك مثال للتجريتول. النقطة الثانية جنراليزد ابيليبسي او مالتيبل فوكال ابيليبتيك فوكس، يعني مالتيبل او نوت ريسبوندنج لاي ميديكيشنز، بلجا للحاجات بقى المور باورفول اللي هم اثنين عندي، الديباكين، الديباكين والكلونازيبام، الديباكين والكلونازيبام. مشكلة الديباكين دايما، مشكلة الديباكين ان هو هيباتو توكسيك، هيباتو توكسيك. الدوز بتاعتي الديباكين كدوز 20 الى 30 ملي جرام بير كي جي، 20 الى 30 ملي جرام بير كي جي ديفايدد على تو دوزز. طفل 10 كيلو، طفل 10 كيلو، 10 في 20 ب 200 على جرعتين يبقى 100. مست الديباكين معاه بيبت صغيره خالص، سرنجه صغيره كده مدرجه مكتوب عليها 10 20 30 40 50 60 لحد 100 او 150 و200. طب هعدي له عايز 100، يبقى هعبي 100. 100 بقى مش بقد ايه، لا هي 100 100 مللي جرام، يعني السرنجه مدرجه بالملي جرامز. هاخد 100 مللي جرام واحطها اورال كل 12 ساعه. كنترول الابيليبسي يبقى الحمد لله، يبقى انا حسبت على 20 مللي جرام بير كي جي. نوت كنترول برضو اتفقنا سنجل ثيرابي هرفع الدوز ل 25. كنترول الحمد لله، نوت كنترول هرفع على مني. عندي طفله ما شاء الله عليها، بدات اول ما بدات ايه يعني، هي كانت مثلا ايه 15 كيلو، 15 في 20 300. لا انا بدات قلت برضو خفت برضو ابدا، قلت ابدا والدروع البسيط، بدات على 50 مللي جرام. تخيل 300، انا اديت 50 الصبح و50 بالليل، يعني اديت كام؟ 100 مللي جرام بس. لقيتها كنترولد، ابليبسي ما جاش اسبوع اثنين شهر اثنين، 50 مللي جرام كل 12 ساعه وكنترولد خالص خالص بقى زي الفل خالص، ولا بينيمها ولا حاجه خالص، خدت عليه خالص. الاب والام زيهم والله بالحرف الواحد كده، الاب والام زيهم. الاب مش شغال تاجر والام مش فاضيه، اتشغلوا ولقوا البنت مفيش كونفرنس، قال يا عمي لو هو 50 مللي جرام دول هيعملوا حاجه وقفوها، دخلت في ستيتس. جيت حسبت الدوز برضو، جيت ابدا بدات ب 100، قلت لها برضو هي كانت كنترولت على 50، ننزل بال 100 ديت 90 70 80 لحد ما اوصل ل 50 طالما كنترول. وفعلا وصلت لحد 50 وبقت كنترول سنتين كاملين، ما تجوش ناحيه الدرجه، ما تجوش ناحيه الدرجه فور تو ييرز. فاهمين اقصد ايه؟ ان انت ممكن كنترول على اندر كمان الويت، بس اهم حاجه يبقى عندك السيروم ليفل. لكن قلت لكم الديباكين من الحاجات الصعبه. الدراج برضو اللي عمل ثوره كبيره قوي اللي هو الكلونازيبام. الكلونازيبام، الكلونازيبام اسمه المشهور قوي بيه ريفوتريل. ريفوتريل، الريفوتريل موجود نص مللي جرام تابلت، نص مللي جرام تابلت، وموجود منه 2 مللي جرام تابلت، 2 مللي جرام تابلت، وموجود منه دروبس. ودي بقى ترير قوي من دولت دروبس. الدروبر الواحده 1/10 مللي جرام، النقطه الواحده 1/10 مللي جرام. الدوز بتاعتي كالكوليت الدوز من 5% ل 1/10 مللي جرام بالكي جي بير دي،
من 5% الى 1/10 ملي جرام بير كي جي بير دي. من 5% ل 1/10 ملي جرام بير كي جي بير دي، ده الريبوتريل. الاسامي البديل بتاعته اللي مش موجود للاسف مش موجود فيها في الماركت الا حاجتين اتنين، حاجه اسمها ابتريل، ابتريل نص ملي جرام تابلت و2 ملي جرام تابلت. ابتريل من شركه ايبيكو، ابتريل. وشركة امون منزلته اسمها اموتريل، جاي من كلمة امون يعني اموتريل، اموتريل نص ملي جرام و2 ملي جرام. الدوز بتاعت زي ما اتفقنا خلينا نحسب دايما على 1/10 ملي جرام بير كي جي على 2 ديفايد دوزز. الكلونازيبام باين من اسمه ان هو قريب قوي من الدازيبام، فله افكت سيلين جامد، بينيم الطفل جامد، بينيم الطفل جامد، ولذلك بنلجا له زي ما قلت لكم في حالات السيفير ابيليبسي اللي نوت ريسبوندنج للتريتمنت. ماشي ماشي. كان عندي حاله برضو ما فيهاش ابدا مشيت على التجريتول وكانت كنترول خالص على التجريتول. جزاك الله خير. دكتور مريض الحفناوي طلع حضرتك ان في شغل النهارده في القاعه. نعم دكتور مريض الحفناوي طلع حضرتك ان في شغل النهارده في القاعه بعد حضرتك ان شاء الله. مفيش حد خالص؟ لا في شغل، يعني هو قال لي بلغ دكتور 11 خالص زمان 11 ولا 10 ونص، قال لي على 10 ونص 11 ان شاء الله خلص على طول ان شاء الله. هاتم معاك الساعه دلوقتي 10 ولا 5؟ لا 11 بقى هيخلص بسرعه خالص ان شاء الله. ماشي يا جماعه ده كمثال. يبقى النقطه الثانيه زي ما اتفقنا اللي هو الكلونازيبام كان ماشي على التجريتول، اديت له التجريتول عادي خالص تابلت ومشي بيها كويس خالص، قست السيرم ليفل لقيته 6 مللي جرام يعني نورمال سيرم ليفل، فمشيت كملت عادي. دي برضه يتضرر فكتبت عشان كده بقول لك كتبت له التجريتول اس ار. اس ار جيت على الاس ار ببص لقيته دخل في ايه بقى في التاكس، عشان الاس ار قلت لكم ما يبقاش عارف كنترول او الدرجز احسن درجز اللي هو التجريتول العادي. ده كان مثال برضه من الامثله اللي الدجر الثاني في تشويس قلت لكم اللي حلو قوي قوي الكلونازيبام، بس مشكلته انه بينيم الطفل جامد، ولذلك كانت تبدا على المينيمم دوز اللي هي 5% او 1/10 ملي جرام بير كي جي على 2 ديفايد دوز. وبعد ما تعمل كنترول ده الدرج الوحيد اللي بعد ما تعمل كومبليت كنترول 4 شهور 5 شهور 6 شهور يو كان جيف الدوز از ا سنجل نايت دوز، بالليل قبل ما ينام ياخد الدوز بتاعته، ياخد الدوز بتاعته سنجل نايت دوز الوحيد في الدرجز. ليه؟ لانه اللي عنده كيوميوليتيف افكتس، عنده كيوميوليتيف افكتس. ازاي؟ يعني كل شويه السيرم ليفل بيزيد بيزيد بيزيد، فلما بتديه كل 24 يبقى الليفل لسه برضه في الثيرابيوتيك رغم ان هو مد عليه قبل ما يمر عليه 24 ساعه. 24 ساعه. اللي برضه موجود في السوق الايبانوتين، الدوز بتاعت الايبانوتين كانتي ايبليبتيك دراجز من 10 ل 15 ملي جرام بير كي جي. الفينوبربرتون السومنيليتا مش متذكر التركيز بتاعها برضو، لكن يعني برضو نديها الفينوبربرتون سومنيليتا شيرب، سومنيليتا شيرب. الدوز بتاعتي كاجيكا كانتي ايبليبتيك دراجز 10 ل 15 ملي جرام بير كي جي. ده كل اسبوع سنجل ثيرابي. الكومبايند ثيرابي ده يا جماعه الكومبايند ثيرابي، الكومبايند ثيرابي بيدي تو دراجز مع بعض. امثله زي ايه؟ يدي مثلا ايبانوتين مع ديجريتول، ايبانوتين مع ديجريتول. جرب هو سنجل ثيرابي ما جابش معاه، فيدي تجريتول مع ايبانوتين. في ناس بتدي الايبانوتين والفينوباربيتول، الايبانوتين مع الفينوباربيتول، وده موجود في كبسولات جاهزه اسمه ايبانوتين والفينوبارب، ايبانوتين والفينوبارب. حتى تلاقي الايبانوتين لوحده الشريط بتاعه بني واللي عليه الفينوبارب الشريط بتاعه احمر، يعني بيديك الارم ان ده معاه فينوباربيتول، ان ده معاه الارم ان ده معاه فينوباربيتول. ففي ايبانوتين لوحده وفي ايبانوتين والفينوباربيتول. انا مش عايز اعمق قوي في موضوع الانتي بيت دراجز لانه موال كبير قوي، وعشان اقعد اتكلم عليه مش هنخلص ولا 3 4 ساعات، لكن احنا عندنا مبدئين يا سنجل ثيرابي يا كومباين ثيرابي. ولما استعمل الكومباين ثيرابي خليك على اللو دوزز اللي تعمل لك كنترول للثيرابي. قلنا التريتمنت ماست بي كونتينيود فور 2 ييرز فروم ذا لاست اتاك، فروم 2 ييرز فروم ذا لاست اتاك. حاجه بسيطه برضو بمناسبه الكلام عن بتاع الطفل ما بيشتكيش من حاجه، ما بيجيلوش كونفالشنز، وحد غضب يعني اول اوف سادن كده انت شكيت ان هو ممكن يكون ايبيليبسي، ممكن يكون ايبيليبسي. ازاي ايبيليبسي؟ اقول لك ابدومينال بين سموه ابدومينال ايبيليبسي، او بيجيله اي حاجه ثانيه يعني ما بيجيلوش حاجه، جاله مثلا كونفالشن بسبب الكترولايت امبالانس. وعملت اي جي قدرا طلع مايلد ايبيليبتيك ديسشارج، يرحمكم الله مايلد ايبيليبتيك ديسشارج. في الحاله دي يا جماعه don't give treatment.
ما بتديش ريد انت خالص. فولو اب بعد 6 شهور بي جي انذر 1 لو ديسشارج بعدش اكيد خلاص. مش معنى عيان كله عنده انكريز في الكتريكال ديسشارج ان انا اديله تريتمنت، لكن لو عامل انكريز في الكتريكال ديسشارج وعمل افكت، عمل كونفولشنز، عملت بتتمال، عملت سايد ايبيتي ساينز، ادي تريتمنت. ابن بنت عمي جالي في يوم، الواد جاي بالظبط كده دراوزي، دراوزي خالص، انا شخصته انكفالايتس، فايرال انكفالايتس، وعايزين هنتكلم عليه بعد اثنين بس، فايرال انكفالايتس، دراوزي بس، مفيش حاجه ثانيه خالص. عملت له اي اي جي، عملت له اي اي جي، طلعت انكريز في ابيليبتيك ديسشارج، انكريز الكتريكال ديسشارج، الكتريكال ديسشارج، انكريز خالص. انا شفت ان ابيليبتيك بتاع انكفالايتس، فاديت له جاست كونزرفاتيف مانجمنت، وديت انتي بايوتكس برضو عشان بنديه بروفلاكسس في الانفلونس بالذات، لازم ادي انتي بايوتكس زي ما هنتكلم برضو بعد شويه. واستنيت بعد شويه الطفل كويس خالص، مفيش مشكله. عمال اتحايل على دلوقتي روح اعمل اي جي بس تشوف ان هو كويس ولا لا، قلت لك لا خلاص ما كويس فوت، مش هعمل بقى اي جي، انا هوجع دماغي ليه؟ يا ستي لا 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 مش هوجع دماغي، جيت لا يطلع عنده صرع ولا حاجه تبقى مشكله ثانيه. يعني في امهات بتساعدك وفي امهات ما بتساعدكش. وحاله ثانيه برضو ما انساهاش ابدا، كان الواد اسمه صلاح جاي لي بابليبتيك ديسشارج، عملت لي جي طلع بوزيتيف، اديت له العلاج بالظبط سنتين، والله هي اتاك واحده اللي جات له، وخد سنتين وبعد كده عمل اي جي طلع نورمال، وقفنا والابليبتيك راح. هو بيقول لك اختفى عني، فجاي بيقول لك بيقول له في كونفرشنز، قال لي لا. طب هتكمل على الدراج؟ قال لي قلت له كمل سنتين. بعد سنه بتهين بعمل اي جي طلع نورمال، قلت له خلاص وقف الدراج انتهى الموضوع. كينزي دي زي ما قلت لكم نفس الحكايه، عملت لها اي جي بعد 6 شهور طلعت امبروفنج، امبروفنج قطاع امبروفنج. بعد 6 شهور قلت لكم كان ما فيش ديسشارج، قاموا هم موقفين تريتمنت، فرجعت اتاك ثانيه وبدانا من تريتمنت من الاول، وقعدت بقى اتخانقت معاهم 100 جنيه. ممكن يطلع نورمال عشان ما بياخد رقم، بس هو رغم ما يوقف الرقم يرجع تاني. ما دي حاله كده اللي قلت لك عليها فعلا. اه عشان كده لو جاي، عشان كده قلت لك الساينتفك از ساينتفك، اهم حاجه ان هي فور تو ييرز فروم ذا لاست اتاك. دي بالنسبه للانتي ابيليبتيك دراجز. معلش الموضوع كبير قوي وملخبط قوي، لكن مش هيجي الا بالبراكتس، مش هيجي الا بالبراكتس، وبالذات اللي هيخش في البرانش بتاع النيفروش. بس يو هاف تو نو يعني على جالك حاله ابيليبسي، طب ماشي على ايه؟ يبقى انت فاهم ايه هو الفالبرايت، وعارف التكنيتول هو ايه، وعارف الفين والبروتول ايه، وعارف ايه. ما يبقاش ما تبقاش ما انتش عارف اي حاجه عن اي حاجه، لا انت فاهم وتقول اه ماشي على علاج ده هيمشي كام سنتين، احسن سنتين، ولو عايز تتابع تعمل ايه جي. احسن اي جي شفته في طنطا برضه مش دعايه والله اونستلي، بس حاجه للامانه، احسن اي جي دكتور على المعاش دلوقتي ما شاء الله عليه، دكتور جمال بلال في ميدان الساعه، دكتور جمال ذا بيست وان يو دوينج اي اي جي، حاجه اي جي ريبورت بتاعه بمنتهى الامانه اونست قوي في الاي جي بتاعه. انا شفت حالات اوفر وحالات كاتب والله، شفت حالات ما انساهاش ابدا في احد مستشفيات طنطا، مستشفيات مشهوره جدا، تشوف الريبورت بتاعه مستحيل تقراه، الريبورت نفسه مستحيل تقراه، مستحيل تقراه، ما تبقاش عارف بقى هو ابيليبسي وبتاع، وتاخد بالشبه كده برضه مش نافع بالشبه. فكنت برجعه لازم يروح العياده عنده ويكتبه له بقى بالتايب رايتر او بالكمبيوتر. وتلاقي الكلام كله بقى ايه فيج، ما بيديكش دايجنوز. لكن الدكتور جمال بلال انا ما اعرفوش ولا شفته، كل حاجه بس بعته اي جي يقول لي كده انكريز في الكتريكال ديسشارج مش عارف ايه، مايلد مش عارف ايه، بيكتبك بكتاب يفهمك بالظبط ايه الوضع في الاي جي. وكان عندنا واحد في السعوديه اسمه ماليباري، كان استاذ فيسيولوجي بس واخد التخصص بتاعه في الالكتريكال فيسيولوجي، فكان بيعمل اي جي واي ام جي وحاجات كل الحاجات اللي فيها الكتريكال ديسشارج. ده بالنسبه للابيليبسي يا جماعه. الموضوع الثاني اللي يهمنا بقى الانفكشن، مهم قوي الموضوع بتاعنا الانفكشن. الانفكشن في السي ان اس، الانفكشن في السي ان اس عندي حاجتين. اول حاجه زي ما قلت لكم ما بنتكلمش فيها كتير، اللي هي الفيرال انكفالايتس. الفيرال انكفالايتس، الفيرال انكفالايتس طفل جاي لك كان يقول لك امبارح نايم زي الفل ما فيهوش حاجه خالص، جه تاني يوم شويه دراوزنس او سيمي كوماتوس او سيمي كونشس يعني مدروخ. اول حاجه تيجي ان يور مايند اللي هو الفيرال انكفالايتس. افضل حاجه انك ترفير للحميات، لان للاسف ممنوع التعامل معاها في المنشاوي او في الجامعه، فايرال انفكشن، او تحطه اندر اوبزرفيشن كلوز اوبزرفيشن معاك لمده يومين ثلاثه، اوبزرفيشن كويسه جدا دول حتى هتطلع في حاجتين، الكونشس ليفل ادي نمره واحد،
نمرة اثنين اي كونفاشن اي كونفاشن. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة عايز توصل لدياجنوز واكيوريت بقى اعمل اي جي. هتلاقي كده ابنورمال كده ابنورمال اي جي ابنورمال جي. وبعض الدكاترة بيبقوا فيري افيشنت موست بروبلي انكيفاليتس، مكتوب كده موست بروبلي انكيفاليتس. فبالاي جي بيبقى دياجنوستيك قوي حالات الانكيفاليتس. ولذلك انا غلطت اقول لهم يا جماعه الاي جي مهم جدا قوي بالنسبه لنا. مره اخيرا حاله عندنا هنا برينديس كانت محطوطه في العنايه المركزه برينديس، ومش عارفين انها برينديس او مش عارفين شخص برينديس. قلت يا جماعه اي جي لو طلع فلات يبقى برينديس، لكن لو في ديسشارج خلاص يبقى البرين كويس. لا مش عايزين يعملوا اي جي، لان انا انفرونتد بكذا حاله برينديس وكنا جاست نعمل اي جي، نعمل اي جي نلاقي فلات الحالات دي بنقوم بيمشي لين تيوبز ونايمين خلاص. فلما تلاقي دايما خلي الاي جي ان يور مايند في في الانفستيجشنز بتاعتك، لازم الاي جي ان يور مايند في كذا حاجه ماشي. الاي جي دياجنوستيك قوي 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 ماشي. يبقى احنا اتكلمنا على الفيبرال كونفاشنز ككوز كونفاشنز، اتكلمنا على الابيليبسي، اتكلمنا على الانفكشنز برضه ككوز كونفاشنز زي الانكفاليتس، ونخش بعد كده بقى على الننجكس. نعم تيك فاش كونزرفاتيف تريتمنت، بس في الحاله ديت يو ماست جيف سترونج انتي بايوتكس بروفلكسس. ليه؟ خوفا ان تكون ميكسد من انجو انكيفاليتس، خوفا ان تكون ميكسد من انجو انكيفاليتس. تدي سيرد جينيريشن سيفالوسبورنز انترا ماسكولار كل 12 ساعه خوفا من انها تكون من انجو انكيفاليتس. ده بالنسبه اوعى تدي سيديتنج دراجز، اوعى تدي سيديتنج دراجز. الكلام اللي سمعناه على ابن علاء مبارك الكلام كله بيقول انها فايرال انكفاليتس، اللي انا سمعته يعني شخصت تاني كده والله اعلم ان هي كانت فايرال انكفاليتس وضايب الفايرال انكفاليتس، لان انا شفت حالات كتير قوي فايرال انكفاليتس. ده بالنسبه للفايرال انكفاليتس. الموضوع التاني بقى المهم قوي بالنسبه لنا المننجايتس يا جماعه. المننجايتس موضوع الانفكشن اللي مش هنتكلم فيها كتير، بس يو هاف تو دايجنوز المننجايتس، دايجنوز بس دايجنوز المننجايتس. المننجايتس كوزز كتير جدا جدا جدا، لكن اللي يهمني قوي البكتيريا المننجايتس او الفيرال المننجايتس حسب الانفستيجيشنز اللي حاطين معانا. عيان جاي بفيفر وكونفالشنز وفوميتنج، فيفر كونفالشنز وفوميتنج، اي حاله فيفر وكونفالشنز او وكونفالشنز بالذات مع فيفر فكر في المننجايتس. لو معاه كمان بقى فوميتنج او فيفر ويز فوميتنج قلنا فكر ده برضه في المننجايتس. فيفر ويز فوميتنج فكر في المننجايتس. واحنا قلناها المره اللي فاتت، قلنا لو عين فوميتنج اول حاجه اللي تعملها فكر انها تكون جاستروكايتس، انت اسمع استنى الكلاس. بعد كده شوف النكر جي تي تي زي ما هنتكلم بعد شويه، النكر جي تي تي بعد شويه فكر بقى انها تكون ايه اليورينري تراكت انفكشن زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، اليورينري تراكت انفكشن. لكن المننجايتس الساينز اوف مننجايتس خلاص انا وصل. برضو قاعده مهمه جدا اكتبها عندك مهمه قوي، when you are examining a child with fever or vomiting or convulsions وجيت in your mind it is a meningitis خطر على بالك بس انها meningitis you have to do lumbar puncture. شوف القاعده بتقول ايه، اي حاله حتى ولو فيفر بس، فيفر بس وجيت in your mind انها احتمال كبير تكون meningitis لازم تعمل lumbar puncture. لامبر فانكشن ما انساش ابدا الدكتوره نجاة رباح كانت دكتوره استشاري اطفال لبنانيه اشتغلت معايا، قلت لي يا دكتور سامع اي كان سميل مننجايتس، اي كان سميل مننجايتس، والله شي كان سميل مننجايتس، كانت بتشم المننجايتس. كانت تمسك الطفل زي ما قلت لكم ازاي اعمل اكزامينيشن لانك تجيب التشايلد او الانفانت وتنيمه على التيبل وتخلي الشولدرز على البوردر بتاع التيبل، الشولدرز الاثنين شولدرز، وتخلي الهيد على الفري عشان فيس بيس، وتمسك الفري سبيس هيد كده وتعملها كده بس. شوف النيكل جي دي انا بالسنس بتاعي شايفها نورمال، هي بالسنس بتاعها تقول لي لا دي منينجايتس، منينجايتس نعمل لمبه باكج هتطلع بوزيتيف، يبقى هنضرب كف بكف. تقول لك اي كان سميل منينجايتس. كانت بتشتغل في سنتر في امريكا كل الحالات كانت منينجو انكفاليتس او منينجايتس، كانت نيورولوجي وكانت شغاله بمنينجايتس. وتيجي في ساعه الريسبشن نفس الكلام اي كانت دو ريسبشن ما بعرفش ان يونيتال ريسبشن
فكنا بنتعلم من كل واحد الحاجه بتاعته. ده كاتش كانسون والحمد لله بقول لك سبحان الله كذا حاله لقينا يعني السنه اللي فاتت دي شخص ثلاث حالات من الريجيت كان كلهم برضو اعمل نيك جيتي الاقي ريجيت اطلب لمبر فانكشن تطلع بوز تطلع بوز. زي ما قلت لكم التيست بيتعمل بالظبط كده بتجيبه على الشولدر تخلي الشولدر على الايدج اوف ذا تيبل وتخلي النيك على الهيد على الـ على الـ على الستريس بيس وتعمل بس بتشوف الالاستيستي بتاع اللي هي يا اما ساعات بيبقى انا بحط الشولدر دي بمنع الكنترول على النيك من عنده هو خالص فخليه انا اعرف بالذات لو الطفل صغير شويه وتشوف النيك ريجيستي لو نيك ريجيستي على طول لمبر طرف. الحاجه الثانيه البروزينيسكي ساين. البروزينيسكي ساين اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا اتني الهيب بتاعت الجوينت اخلي الهيب جوينت 90 درجه. خلي بالك بخلي الهيب جوينت 90 درجه واعمل اكستنشن للني واعمل اكستنشن للني وانا بعمل اكستنشن للني هتلاقي الواد خد الابس تونس بوزيشن قام رافع الباس بتاعه خد الابس تونس بوزيشن قام رافع الباس بتاعه وانا بعمل اكستنشن يعني بعمل تراكشن على المننجيز فبيقوم جاي الطفل من كتر البيل رافع الباس بتاعه. الحل اللي جات لي من سنه ما انساهاش ابدا طفل 10 سنين وداخل ببومتين بعمل البروزنسكي لقيته كل ما اعمل افرد النيء او بنصلى اللمبر قام رافع الباك بتاعه. كيرنجز في كيرنجز اثنين ريكيرنجز كيرنجز اثنين نيك تو ليج وليج تو ليج. ازاي؟ لو عملت فليكشن للنيك يعمل فليكشن للايه؟ للليج. انتوا نمتوا ولا ايه؟ صحصحوا معايا شويه معلش. نيك تو ليج وليج تو ليج. النيك تو ليج ازاي نعمل فليكشن للنيك يعمل لي فليكشن للايه؟ للليج. الثاني ان انا اعمل فليكشن لوان ليمب يعمل لي فليكشن للاذر ليمب. ده الكيرنج ساينز. في ساينز ثالث كان برضو احد الزملاء منكم قاله لي بس سالك مني ما اشتغلتش بيه مش فاكره بصراحه كده كان احد الزملاء امتياز السنه اللي فاتت قاله لي واحنا في الدسكشن بس انا مش فاكره. لكن انا كل اهتمامي قوي بالنيكروجيديتي مهم قوي النيكروجيديتي يا جماعه. النيكروجيديتي بعمل فريكشن للنيك ابص الاقي الليجز قامت عامله فريكشن. الثاني الليج ان انا اعمل فريكشن لوان هيب ابص الاقي عامل فريكشن للاذر هيب. اللي بيبقى واضح قوي قوي الكيرنج اللي هو النيك تو ليج والثاني البروبزينيس مهمين قوي يا جماعه. وده بالكلينيكال بس هبص لك بقول لكم كذا مره تبص لك شاب بظهره جامد كده مع مع اكستنشن للمين ده البروبزينيس. لا اكسترنال اللي بتيجي وضع تاني لو اتكلمنا معاها هتكلم. اكسترنال اللي بتشوفها ب 100 حاجه بتشوفها كالوك جو بتشوفها انفولنتري موفمنتس بس كانك هي بتيجي بقى اللي بتيجي معاها الديفرنشال ديجنوز معاها المننجيز. المننجيز ازاي؟ من كتر الفيفر حصل الريتنشن للمننجيز فممكن تديك سلايتلي بوزيتيف سلايتلي بوزيتيف لما تعمل اكستنشن للليج للليج للني قصدي واحنا بنعمل بروزنسكي تلاقي شاب بس ايه مش درجه بس التونس لا رفع ظهره بسيط كام كده وكل ما تكررها لا اما بتختفي لكن بتاع المننجيز عمرها ما تختفي. لو عملتها 100 مره هيظهر 300 مره. العيال اللي قلت لكم جاي من سنه ده بعمل كده خفت فالمهم قمت عامل له لمبر فانكشن عملت لمبر فانكشن وبعتها ريبورت لقيت ريبورت جاي لي 500 سيلز 500 سيلز زي ما هنتكلم على ازاي يبقى تحقيقي في اللمبر فانكشن. ماشي يبقى اهم حاجه الكلينيكال دايجنوز. طيب الانفستيجيشن الانفستيجيشن المطلوب منكم لازم تعمل لمبر فانكشن لازم تعمل لمبر فانكشن ومش هتعمل لمبر فانكشن الا مستشفى حميه طنطا. مستشفى حميه طنطا ممنوع تعملها في الجامعه ممنوع تعملها في المنشاوي او لو عايز تتعلمها في السباينال انستيزيا مع بتوع الانستيزيا في السباينال انستيزيا مع بتوع الانستيزيا. لكن احسن حاجه بالنسبه لي ان هي تتعملها في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحميات. احنا في البريتاتريكس هقول لك الرولز بتاعت اللمبر فانكشن الرولز ازاي تعمل لمبر فانكشن. لازم تعملها اول حاجه اندر كومبليت اسيبتك تكنيك على راي الدكتور هشام زميلنا هنا بتاع الجراحه اندر كومبليت سيبتك تكنيك بيقلس علينا هنا بيقول لك اندر كومبليت سيبتك تكنيك لا احنا عايزينها اندر كومبليت اسيبتك تكنيك عشان حرف الايه بس. ماشي ازاي؟ خلي بالكم معايا والله يا جماعه بجيب البيشنتس على تيبل صغيره شويه ولازم واحد معاك يكتبه تكتيفه الطفل بتاع المننجايتس ازاي؟ بيتني الوان نجل يحط الهيد تحت باطه والاذر تو ليجز تحت باطه الثاني ويعمل ستريتنينج للباك ويخليه على طرف التيبل. يبقى المساعد بتاعك او البورتر اللي معاك بيمسك لك الطفل يحط الهيد تحت ايده مش يمين
والتو ليجز اللي هما التو ليجز اللي مش ليجز بقى التو سايز تحت الجنب بحيث يماسك فارد لك الباك على الاندو تيبل وانت تبقى واقف بالظبط على طرف التيبل وتبقى عامل كومبليت سترايزيشن ولابس سترايل جلوفز وبتيجي بالظبط كده. والاصول كمان في حاجه اسمها بلوشيت. البلوشيت دي عباره عن ايه؟ بتغطي زي بتاعه العمليات اللي هو بتبقى مغطي الجسم كله بسترايل تاولز وفي خرم بس قصاد حته اللمبر بانكشن عشان تبقى الاسترايزيشن كامل قوي ان انت بتغطيه بقى بتاولز كلها وتلاقي خرم صغير محطوط قصاد الفيرتبري. ادي بالنسبه للاسترايزيشن البوزيشن بتاعه. يبقى اول حاجه البوزيشن، اهم حاجه الباك يبقى فلات على التيبل معايا ما يبقاش ارشد، اوعى يكون ارشد. النقطه الثانيه الهيد بتاعته بالنسبه لك تبقى ناحيه الشمال، الهيد تبقى ناحيه الشمال مش ناحيه اليمين. ما هو ماسكهولك لو انا واقف الناحيه الثانيه هاخد الهيد بناحيه ايدي اليمين والشمال واخد فيه السايز وعدله للدكتور زميل الاقتصادي فيبقى انا وانا واقف هنا الناحيه دي الهيد ناحيه الشمال والليجز ناحيه اليمين. خلي بالكم من الموضوع وخليه ستريت على الباك. ادي واحد. نمره اثنين بجيب سترايز تاول مخرومه في عند الفيرتيبل. انهي سبيس اللي هحط فيه؟ اخد السبيس سوبيريور اليك سباين. سوبيريور اليك سباين سوبيريور اليك كريست. بشوف اعلى قمه في الكريست. واشوف الفيرتيبل اللي تحت قصادها الانتر فيرتيبرال سبيس اللي قصادها. واطلع وان سبيس. ازاي احدد السبيس؟ اخر الكريست اللي هي كريست واشوف ذا ماين اندكس بحط الاندكس على الكريست واحط الثمب على الفيرتبري واحس الانتر فيرتبرال سبيس اللي قصاد الكريست واطلع وان سبيس وهجيب نيدل. لو الطفل نيونيتس او انفانسي ممكن السرنجه ابره السرنجه العاديه اللي هي 3 سم مش 5 سم 3 سم لانها بتبقى طويله شويه. لكن لو هجيب سباينال نيدل ودي قابله الحمد لله الناس كلها بجيب سباينال نيدل 2.5 انش 2.5 انش وامسك السباينال نيدل اوف ماي هاندز احطها في الميد لاين في الانتر فيرتيبرال سبيس ودايركت سلايتلي ناحيه الهيد. ليه يا جماعه؟ لو فاكرين السباين سباين ايه؟ الايدج بتاع السباين الفيرتبرا لا مش غير سباينال كورد اللي هي الارش بتاعها اللي سباينال كريست يبقى الداونورد فانت بتخش ابورد ماشي معايا بارلل للسباينال الفيرتبرال كريست ماشي اللي هو اللي انت بتحسه من الظهر ده تبقى بارلل له بارلل له خالص. مش فاهم اي حاجه؟ لا بجد والله مش متخيلينها. الطفل بقى مكتفه وحاطه اهم حاجه البوردر الهيد الباك يبقى ستريت. قلت لكم الهيد هنا اهي فانا ببقى داخل اوبليك سلايتلي ناحيه الهيد ما اخشش دايركتلي كده لا. وانت لو حسيت فكرته لو فاكر الفيرتبرا بقول لك الفيرتبرا اللي هي الكريست السباين بتاعها يبقى نازل لتحت فانت بتخش ابورد عكسه وبتخش بقول لكم بالراحه خالص لحد ما تحس ان انت رابشر ممبرين. اول ما تحس انك رابشر ممبرين بتريب تشيل التروكر تلاقي بدا تيجي بعد 10 ثواني تك تك بدا ينقط معاك. لو البريشر عادي هتلاقي جاش اوف سباينال فلويد. طب انت بقى جاهز ثلاثه تيوبس لازم نجهز ثلاثه تيوبس تيوب 1 وتيوب 2 وتيوب 3. تيوب 1 باخد في التيوب تيوب 1 طب افرض ان انا الدريبس بسيطه بتقوم جاي عامل بنشنج للتشارك ارسه من ودنه او حاجه عشان يعمل كراينج. اثناء ما بيعمل كراينج تلاقي البريشر بيزيد فتاخد الكميه بتاعتك تاخد نص سم في تيوب 1 ونص سم في تيوب 2 ونص سم في تيوب 3. تاني يا جماعه تاني بمسك العيان الهيد والليكس واحطه على البوردر بتاع التيبل واجي على الكليا كريست واشوف الانتر فيرتيبرال سبيس واطلع اباف 1 سبيس احط السباينال نيدل 2.5 انش احطها دايركتد سلايتلي ابورد بالنسبه للتشايلد مش ابورد بالنسبه لي انا ابورد بالنسبه للتشايلد او ناحيه الهيد شويه سلايتلي ناحيه الهيد واخش سلولي خالص لحد ما بعرف الفانكشن البنجيس وده بقى كلينيكال سنس بتحس بنفسه. ساعه بتحس الكلينيكال سنس بتشيل التروكر تبص تلاقي الدريبس جاي تستقبل الدريبس ديت في تيوب 1 وتيوب 2 وتيوب 3 تيوب 1 وتيوب 2 وتيوب 3 ماشي. بعد ما بتشيل توصل للدريبس بتقوم شاري النيدل وحاجه حاطط في دلوقتي حاجه اسمها اوبسايد او لوكال انتيبيوتكس
تحط بلاستر كويس جدا مش عارف. قبل ما اعمل كارد بانكشر يا جماعه يفضل ان اعمل ايودين زي بتوع الجراحه بالظبط، انضف بالايودين نضيف جدا وبعدين الكحول وبعد كده اخش اعمل الفاينل ليدنج بتاعي. ده الكومبليت سيرت التكنيك، ده المانج الابروتش اللي انا بعمله. نيجي بعد كده على ال سي اس اف، بقى باخد سي اس اف تيوب 1. تيوب 1 دايما بدرس فيها السيتولوجي السيتولوجي بتاعتها، وتيوب 2 للكيمستري، وتيوب 3 للكالتشر سنسيتيفيتي تيست. ثلاثه بعمل سيتولوجي وكيمستري، خلي بالكم سيتولوجي وكيمستري وكالتشر سنسيتيفيتي تيست. السيتولوجي النمبر اوف وايت بلاد سيلز النورمال لحد 5، وفي النيونيت ارت لحد 10 نورمال لحد 10، لكن لو انكريز وصل 20 و30 يبقى بوزيتيف على طول بوزيتيف. ايه يا جماعه الابقاع عملها ماشي، يبقى لو 5 نورمال وفي النيونيت اب تو 10 از نورمال، لو اكتر من كده يبقى اب نورمال. قلت لكم الحاله اللي انا عملتها لما بنشر طلعت 500 وايت بلاد سيلز، بس كان مكتوب كومنت تحتيه قوي ان 90% ليمفوسايتس، 90% ليمفوسايتس ده يدل على انها موست بروبلي فايرال مننجايتس، لكن لو نيوتروفيلز اغلبها يبقى ده برضه موست بروبلي بكتيريال مننجايتس. النقطة الثانية الكيمستري، في الكيمستري بعمل حاجتين مهمين قوي، الجلوكوز الجلوكوز والبروتين، الجلوكوز والبروتين، لان لو البروتين انكريز ده مع البكتيريا مننجايتس، لو الجلوكوز لوحده بس الانكريز ده معناه ان ماشي مع الفيرال انجلس. واعمل الكشف السيستس عشان تنفعني لو انا بدات امبيريكال تريتمنت ان انا اصلحه بعد ما يطلع الكشف من الانتي بايوجرام الموجود مع الكشف. ماشي يا جماعه، يبقى ده ازاي اعمل لمبر فانكشن. قلت لكم انا اول ما رحت نعم نعم في اسئله ولا حاجه؟ لما رحت كنت بقول لكم للسعوديه عمري ما عملت في حياتي لمبر فانكشن، عمري في حياتي عملت لمبر فانكشن. زي ما قلت لكم ما اعرفش بقى يعني قلتها مره برضه هنا في القاعه دي. فالمهم دخلت بقى جات لي حاله الساعه 3 بالليل، جات لي حاله مننجكس. كلمت رئيس القسم قلت له عندي حاله مننجكس. يعني لما بانكش قلت له ما اعرفش لما بانكش. خدت دش محترم، دكتور واخصائي اطفال ومعاه دبلومه اطفال وشغال وخمس مش عارف كام سنه خبره وما بتعرفش لما بانكش. قلت له ما اشتغلتهاش يا بيه، كان عندنا قاعده اللي اتعامل في الحمايه. هزقني جامد قوي قوي ودخل هو ما شاء الله رغم ان هو سنه كبير دخل استراليزيشن تعليم انجلترا بقى جاي من انجلترا متعلم وقام جاي دخل عامل لمبر فانكشر وقام عاملها وماشي. قال لي يا سامح لازم تتعلم لمبر فانكشر. قلت له حاضر يا احنا تعلم ان شاء الله. لحد ما جالي زميل ما شاء الله بيعملها كويس جدا، وقفت معاه مره وعملتها قصاده مره، وبعد كده بقت كل يوم عندي لازم تجي لي حاله كل يومين ثلاثه بس ايه تعمل لمبر فانكشر. تبقى بقى هايلي سنسيتيف قوي للمنوز بتاعي. مرت السنين وبعد سنتين ثلاثه جاي الدكتور اسمه ممدوح عبد الوارث الله يمسيه الخير بقى، فجاي لي من عنايه البوست اوبراتيف كير في اليونيتال اي سي يو في عين شمس، عين شمس تخصصي. فجاي فجات له حاجه كان كانت اتشت معايا، فجاي لي حاله مننجايتس تعمل لمبر فانكشر؟ قال لي لا. قلت له مش عيب دكتور مش عارف ايه وبتاع ومعرفش لمبر فانكشر. قعد يضحك قوي وقعدت اضحك عليه قلت له اصل انا كنت راجل ما بعرفش، تعالى بقى معلمها لك. علمتها له مره واثنين وثلاثه بقى ما شاء الله يعملها الواحد وخلاص. الموضوع يا جماعه طول ما هو انت ما بتعملوش تبقى خايف منه قوي، ولما تعمله تلاقيه اسهل من السهوله. بس هنا ملحوظه بقى اكتبها عندك مهمه قوي الملحوظه دي. لو عملت لمبه بانكشر والفونتانيل زي قافله ممكن تعمل هرنيشن للبرين ستيم، يعمل هرنيشن للبرين ستيم. ولذلك مطلوب في اللمبر بانكشر لازم اعمل فالبس اكزامينيشن في العيان اللي قفل الفونتانيل. مطلوب اعمل لمبر بانكشر لازم اعمل قبلها فاندس اكزامينيشنز للعيان اللي هو قفل الانتيريور فونتانيل بتاعه، لكن ما اعملش الانتيريور فونتانيل اعملها وسيفلي خالص مفيش مشكله خالص. طيب لو لقيت في بابيليديما بتجيب واحد انستيست هو اللي يعملها، لان بيعمل لمبر فانكشن اندر كنترول ان هو بيشيل التروكر ياخد نقطه ويقفل تاني عشان يقلل البريشر فيري جرادولي. وكان في هناك جهاز جميل قوي قوي بصراحه كان رائع، كان جهاز كده اسمه لمبر فانكشن سيت فيه كل حاجه، حتى التاولز حتى المنوفرز حتى النيدلز كذا نيدل وحتى كل حاجه الجلوفرز بتاعتك، والتيوبز واقفه كده في المكان بحيث تاخد التيوب تملاها وتحطيها على طول. وكان برضه فيه ظريف جدا انك ممكن تقيس البريشر، كان بتاع تيوب كده تركبها ببعضها وتبقى واقفه وتشبكها مع النيدل يقيس لك البريشر بتاع السي اس اف كام قبل ما تعمل الكارت قبل ما تعمل البانكشن.
قبل ما تاخد الاوز الشامبل بتاع الشيشه. طبعا دي مش افيلابل او افيلابل هنا دلوقتي في المستشفيات اللي هي الاستثماريه الكبيره. كانت اللمبا بانكشر ست ده ب 700 ريال يعني اللمبا بانكشر ست لوحده 700 ريال. فكنا بنستعمله دايما اللمبا بانكشر ست، لكن هنا لو كنا بنستعمله لكل نيدل بس فاينل نيدل موجوده دلوقتي في كل حته وبنعمل اللمبا بانكشر. بوصل من الدايجنوزيس ديت هي فايرال ولا بكتيريال، ادي واحد. التريتمنت بقى مش هتكلم كتير في التريتمنت، يعني التريتمنت معروف. كومبايند انتي بايوتكس سترونج، احسن حاجه منهم السيرد جنريشن ريسبونس، واحد منهم زي الفورتال او السيفتازيديم او السيفوتاكسيم او السيفوترايكسون. اي كلام هتلاقيه موجود على النت في اي كتاب، مش مشكله خالص. احنا بنتكلم على الكلينيكال اللي هو البراكتيكال، ازاي اعمل لمبر فانكشن. دي مهمين، اهم حاجه بالنسبه للمنجايتس، وازاي اشخص حاله منجايتس. مهمه قوي يا جماعه. التريتمنت في حالات المننجايتس ماست بي فور 14 دايز، 14 يوم كامل. 14 يوم كامل. ذا بيست كومباينيشن اي هاد يوز اللي هو الفورتام فورتام امبيسيلين او الفورتام بنسيلين، وبرضه استعملنا فورتام سيفاكسون مع اوجمنتين، استعملناه كتير قوي. سيفاكسون طبعا نمره واحد في السيرد جنريشن اللي كان باسيف بلاك برين فايرس. ملحوظه مهمه قوي بتغيب عننا كلنا، الامينو جلايكوسايد دازنت باس البلاك برين فايرس، الاميكين والجنتامايسين دازنت باس البلاك برين فايرس، ما بتنفعش في تريتمنت اوف مننجايتس. كنا زمان واحنا نواب كان حالات المننجايتس بتعالج بالكلوروفينيكول، كان فيري جود دراج، بس مشكلته مشاكل الكومبليكيشنز اللي انتوا عارفينها عن الكلوروفينيكول، لكن كنا زمان ما بنستعملش الا الكلوروفينيكول. اللي عمل ثوره في المننجايتس اللي هو السيبروفلوكساسين، بقى بيتاخد دلوقتي في كل حالات المننجايتس، وقلت لكم الدوز بتاعته بالنسبه للاطفال دلوقتي 30 ل 40 ملي جرام بر كي جي، 30 ل 40 ملي جرام بر كي جي، والاود ان بيدياتريكس زي ما مكتوب في نيلسون 2008. السيبروفلوكساسين بس اي نيفر يوز ات، لان كان عينيها بنخاف من السيبروفلوكساسين. ففي المننجايتس يو هاف تو يوز سيبروفلوكساسين او ثيرد جنريشن كومبايند مع حاجه جرام بوزيتيف زي الاوجمنتين او يونيكتام او الحاجه زي كده. ودوز احنا قلناها قبل كده. ده بالنسبه للمننجايتس يا جماعه. المشكله السيتولوجي والكيمستري والكالتشر سيستم. ما هي الاولانيه بتبقى السيتولوجي لازم، لان دي بتبقى نادر السيلز فيها كونسنتريت قوي. الثانيه للكيمستري، ليه؟ لانها بتنظف برضو المكان النيدل. الثالثه بقى بتبقى جاي سترايل خالص فبياخدها في الكالتشر انسيستم. فاهمين قصدي؟ عاملين زي ما بنعمل لما نيجي ناخد كالتشر اليورين بنقول ميد ستريم يورين. ليه ميد ستريم؟ عشان الحبه الاولانيين وش الاكسترنال يوريثرا، واللي في الميد ستريم بيظهر الاورجانيزم نفسه اللي عايش جوه في الـ في الـ في الـ في البلادر او في البايل نوفاش في الكيني. فلازم لما باخد كالتشر في اليورين ميد ستريم، فهي نفس الفكره. يبقى الاولانيه سيتولوجي والثانيه كيمستري والثالثه كالتشر ريزيستنس. نيتروفيل زايده يبقى بكتيريال انفكشن، يبقى الليمفوسايت لو هي البري دومينانت يبقى دي ميبي فايرال. بس انا عملت مانوفر يا جماعه وانفيسيف مانوفر، يبقى اي هاف تو ستارت انتي بايوتكس لحد ما تتحسن بعدين. قلت لكم تريتمنت فور تو ويكس، يبقى ده انكفاليتس ومنجايتس. فاضل لنا موضوعين مهمين جدا وكلام فيهم صغير خالص، هم موضوعين اثنين بس ما فيهمش كلام كتير. اول موضوع ويهمني قوي انك تشخصه الجوالين باري سندروم، ومعمول ثوره دلوقتي على الجمهوريه كلها اللي هو الجوالين باري سندروم او بيسموه الشلل الرخوي. الجوالين باري سندروم. الجوالين باري سندروم عباره عن ايه؟ نيرف انفكشن. اسندنج تايب. يعني ايه اسندنج تايب؟ يجي افكت الفود، وبعد الفوت يجي في الليج، وبعد الليج يجي في الساي، وبعد الساي يجي الابدومين، وبعدين يخش على الدفرام. فيبقى فيري دينجرس لو وصل الدفرام، انا هيعمل لي ريسبيراتوري فيلير. بشخصه ازاي؟ بقول لكم الحالات اللي انا شفتها كلها كانت بتتشخص كالتالي. طفل داخل ليمبينج، داخل يعرج ليمبينج. اللي يشخصه بقى حلو قوي الاي ام جي، تطلب له اي ام جي الكترو مايوجرام. الاي ام جي دايجنوستيك على طول. الحاجه الثانيه ان بيحصل شويه ليمفو بلاس في السي اس اف، بنعمل سي اس اف لما فانكشن
بس كنا لما نشك في الكولين بري ويطلع الاي ام جي بوزيتيف ما كناش بنعمل لامبر فانكشن. لكن في الكتب كلها كاتبين اللامبر فانكشن مي هيلب ان ذا ديجنس. ما انساش ابدا كان ليا ابن عم الله يرحمه بقى اسمه الشرنوبي، كان نفس الايج بتاعي في نفس السنه بتاعتي، جاله ليمفوماز وخد كيمو ثيرابي، المهم ضايد من ال قصدي من الكيمو ثيرابي، جاله جوارين بري سندروم. وجاني هنا طنطا دخلنا للدكتور عبد الدود الله يمسيه بالخير. دكتور عبد الدود اول ما شافه لارنجايتس هوسنس اوف فويس وابدومينال ابدومينال ريسبيريشنز نور ريسبيريشنز، انا بدا فاهم كان بدا يخش في باراليزس، قال لي ده يا دكتور سامح جوارين بري سندروم. طب والحل يا دكتور عبده؟ قال لي عايز حاجتين، بلازما فوريسس وفنتليشن، بلازما فوريسس وفنتليشن. لكن التريتمنت الايديال بتاعه اي جي جي اللي هو انترافينوس جاما جلوبولين، انترافينوس جاما جلوبولين، لازم ياخد انترافينوس جاما جلوبولين ولازم نعمل بلازما فوريسس. بلازما فوريسس مقابلها دلوقتي في الجامعه وفي مستشفى الهلال. البلازما فوريسس دي عباره عن ايه البلازما فوريسس؟ بالظبط زي الهيموداياليسس، بس بتشيل الانتيجين انتي بودي ريأكشنز او الانتيجين انتي بودي اللي موجوده في السيرم في البلازما، زي ما قلت لكم بالظبط، بتحط حط على ماشينز بتوقف الرياكشن بتاعته وبتشيل الفيروس، بتشيل يعني الحاجات اللي بتاثر اللي بيعملها النيرف، بس بتعمل بلازما فوريس، بتنقي البلازما من اي رياكشنز او اي انفكشن موجوده فيها اللي هي البلازما فوريس. انا ما قريتش عنها كتير بصراحه، لكن هو التريتمنت الايديال البلازما فوريس والانترافينوس جاما جلوبولينز والانترافينوس جاما جلوبولينز. وكنا يا جماعه ما شاء الله سبحان الله ندي الانترافينوس جاما جلوبولينز، العيان بعد يومين ثلاثه بس بدا يمشي على رجله عادي خالص، ونوقف موضوع الاسندنج باراليسيس الموجود. المشكله هنا لو انت في وحده وبلغت عن حاله جولين باري هتلاقي وزاره الصحه كلها عندك تاني يوم. فيعني اي حاله تشك، اما دايما القاعده اللي قلت لك عليها، لما تشك وما تلاقيش احسن ما تشكش ويكون في موجود. احفظها القاعده دي، if you doubt of disease، لما تخشك في disease احسن من انت ما تبقاش عامل في doubt خالص والديزيز موجود اوريدي وهو مش موجود. ولذلك لما بسمع نرمى على الهاتف قلت لكم بعمل كلر دوبلر، لو طلع بوزيتيف يبقى انا الحمد لله، لو ما طلعش بوزيتيف يبقى انا الحمد لله ان انا شكيت، لان الشك وما تلاقيش احسن من ده دخل عنده ستينوزس ولا حاجه وانت مس دايجنوزس، ودي بشوفها كتير قوي. زي ما قلت لكم وشاكك في المنينجايتس اعمل لمبر فانكشن. ليه؟ شكك ده ممكن تشخص حد المنينجايتس احسن من انت مس المنينجايتس. ما انساش ابدا وانا امتياز قلت لكم كنت فاتح عياده صغيره كده على قدي، دخلت حاله عندي فبعمل النيكل جي تي بوزيتيف كيرنكس بقى حاجات زي بيقولوا اصل هي يعني كتب الكلام من انجاكس، ابعتها للجامعه يرجعوها تاني، ابعتها للجامعه يرجعوها تاني. بعد كده خالص ثالث يوم بقى النيك بقى ريجيتي بقى النيك بقى خلاص ريتراكت النيك بقى، مش نيك ريد مش نيك ريجيتي، لا بقت ريتراكت نيك ستيف نيك ستيف خالص. فدخلوها على ما دخلت كانت بقت هيمي باريسيس هيمي باراليسيس، وبعد شويه الحمد لله اتحسنت وبقت هيمي باريسيس. الحاله الثانيه اللي شفتها ما انساهاش ابدا كانت من انجاكس، وبعد من انجاكس حصل اوبستراكشن الاكويدكت اوف سيلورز فحصل هايدروكيفرس. فكان بيجي لنا كل اسبوع ركبوا له بتوع النيوروسيرجري حاجه سب كيوتينيوس باج بحيث نعمل اسبيريشن للسي اس اف عشان نمنع الافكت الهايدروكيفرس، لحد الحمد لله ما امبروف والاكويدكت اوف سيلورز فتحت وبدانا وسبناه بعد كده. فالحالات يا جماعه بتاعت السي ان اس فيري جود، بس عايزه واحد انترستد بيها. ده الجوالين بري. البوليومايلاتس بيقولوا خلاص فاضل سنه ولا اثنين بس، كل سنه يقولوا خلاص البوليومايلاتس هيقف ومفيش فايده برضه، ما بيقفش عندنا خالص. مش عيب في الحكومه ولا عيب عندنا، لا العيب مشكله في الاندر الكوميونتيز العاليه جدا جدا. وبعدين الفاكسينز ما بياخدوش الفاكسينز خالص، لو خدنا الفاكسين مظبوط كان وقف عندنا من خمس سنين فاتت، من خمس سنين فاتت. البوليومايلاتس ما اقدرش اوصف لك لان الكلينيكال بيكشر بتاعته كتير جدا جدا، ممكن يجي باير انفكشن بس مفيش اي حاجه تانية، ممكن يجي بشويه باريس بسيط في وان ليمب. ولذلك لما تشك في فايرال بوليومايلايتس وبتمنع الانجكشن، ليه؟ ممنوع تدي انجكشن اثناء الكونكيوشن بتاع بوليومايلايتس، ولذلك ما تستعجلش في حاله الفايرال انك تدي انجكشن. ليه؟ لان بيبقى الفيروس ماشي في البلاد، ماشي في البلاد. لو انت عملت انجكشن بتدخله بتعمله بريسبيتيشن بالانجكشن بتاعتك في المصل يعملك باراليسيس في المصل، يبقى انت اللي حولته للباراليتيك، انت اللي قلبته الباراليتيك. وطبعا انت شفت الهانديكابس اللي عايشين في وسطنا كلنا عندهم بوليومايلاتس. فالبوليومايلاتس مطلوب منك لما تقف في وحده صحيه انك تبعت سيرم 5 سم سيرم
وستول اناليسيس او مش ستول اناليسيس ستول سامبل, او لو مش افيلابل ستول سامبل تاخد ريكتال سواب. ريكتال سواب ليه؟ لانه بيعمل فايرال كلشر ويلاقوا البوليوميلايتس فاكسين في الفايرال كلشر. وقلت لك لو بلغت عن حاله بوليوميلايتس هتلاقي برضه وزاره الصحه كلها عندك, مستحيل مش هتتخيل كم من الناس اللي جايه لك. السمر كده خلاص. في مرات الحاج ابراهيم في العنايه انزل شوفه, انت نازل بعد بالك ايه؟ مرات الحاج ابراهيم, حاج ابراهيم بيقول لك في العنايه المركزه وانت نازل بحاول عليك. حاج عبد الكريم, حاج عبد الكريم. ماشي يا جماعه, ده البوليو مايلايتس. ده البوليو مايلايتس حاجتين بس ان يور مايند بقى, مش حاجات بس, حاجات هتعملها ان براكتس في السي ان اس, ولازم اقولهم ما تنساهوش ابدا. العيان اللي جاي لك قلت لك كونفشنز والدراوزنس يعني altered consciousness, altered consciousness ومش لاقي سبب, ما انساش ابدا. وبحكيهم العيانتين الحالتين دولت عشان تتذكرهم بيهم. الحالتين او ثلاث حالات. الحاله الاولانيه برضو انا بحكيهم كحكايه لان انت هتتذكرهم بالحكايه اللي انا هقولها لك عليها. عيان جاي لي دراوزي بس, على ما عملت له الادمشن ودخل الاوضه لقيته في ويتنج بقى قرب يخش على سيمي كوماتوس. طلبت الاتصال الاجتماعي قلت له دي شكله كده حاجه في السي ان اس, ندخله احسن اي سي يو. دخلناه الاي سي يو. على ما دخل الاي سي يو الكونشس ليفل عمال يقل معايا, بحس الكونشس ليفل عمال يقل. لحظه واحده بقى هنخلص, هو دقيقه واحده بس ماشي. لقيت الكونشس ليفل بيقل. قلت له معلش يا دكتور خير؟ قال لي قلت له عايزين نعمل اي جي, لان الاي جي اب نورمال, اي جي سيفير نيوروباثي موجوده في الاي جي, يعني نيوروباثي موجوده خالص في الاي جي, والكتر ديسشارج باينه مش عارفين ايه هو ايه. بعد شويه لقيت الليفل بقى دخل في ماتوز. قلت له معلش يا بيه عايزين نعمل ايه؟ قال لي عايز تعمل ايه؟ قلت له عايز نعمل سي تي. طلبنا السي تي لقينا برين تيومر, بسرعه شخصت والله في فيزين 4 اورز كانوا مشخصين لها برين تيومر. ساعات بسرعه ونقلناه لحد نيورو سيرجنت عشان يتدخل بسرعه. الحاله الثانيه كانت نفس المثال ونفس, بس جينا نعمل سي تي لانها انترافرينيال هيموريج. الحاله الثالثه اللي ما انساهاش ابدا وحكيتها لكم قبل كده كذا مره, اللي هو ابن زميلنا كان في الاي سي يو وجالنا ان سيفير هيديك. وشايف الهيديك قلت لكم كذا مره, الهيديك ده كونسيدرابل كومبلين ان بيدياتكس. تقف له كده وتجيله احتراما للهيديك. وعملنا الانفستيجيشنز من الاي تو زد نيجاتيف. وبعد يومين الهيديك راح. بعد اسبوع بالظبط جالنا بسيفير كونفرشنز, دخلناه نعمل سي تي لقينا انتراكرين هيموريج. واكتشفنا بعد كده ان هو انيوريزم ورابشر بعدها باسبوع. كان حصل بريننج شويه في الاول, حصل هيدك, لكن لما حصل رابشر جامد حصل هيموريج. وما تنساش ابدا الحالات دي كلها. فدايما اي حاله فوميتنج ومعاها فوميتنج او كونفرشن او بتاع تسرع او بالانفستيجيشنز. وقلت لكم الحاجات النون انفيشن الاي جي, واللي افيلابل دلوقتي مستشفى الصحه النفسيه اللي هي جديده بتاعتنا بتعمل يا جماعه سي تي وام ار اي في 20 سكند, وبياخد 20 في عزل 7 سكند بياخد 20 سلايدز, يعني مالتي سيكشنال سي تي. بياخدها بسرعه جدا ودايجنوز بسرعه جدا. السي ان اس مهم قوي قوي من ضمن مش دايجنوز. الحاله بس الاخيره اللي هختم بيها, طفل جالي عمري ما انساه, ابدا. طفل جالي بهيمانجيوما في الهاند, ولذلك دايما بعض الزملاء بيقول لك الهيمانجيوما دايما اسيستد مع هيمانجيوما في البرين. هيمانجيوما في الهاند. بعد شويه وصلت جاي لي بلاك هاند, حصل رابشر للهيمانجيوما سبكوتينيوس والهاند كلها بلاك. بعدها باسبوع بالظبط لقيته جاي لي ببيفش كراي. فبعمل اكزامينيشن بيفش كراي, ده كاركترستيك قوي بقى بتاع السي ان اس. لو سمعت مره وي نيفر فورجيت ايه البيبيش كراي ده, مش راضي يقف خالص, مش عارف توقفه ومفيش خالص بيبيش كراي. بحط ايدي على انتيرو فونتانيل لقيته بولجنج انتيرو فونتانيل. عملنا سي تي في ساعتها, طلعوا على الجامعه عملوا سي تي. عمل سي تي سيفير انترا فنتريكولار فورس فنتريكولار سيرد فنتريكولار هيموريج, وعمل بوشنج للمبين على وان سايد كان سبديورال, هيموريج, وعمل بوشنج للبرين. والواد ده ايه الغريبه خالص, الواد ستيل الايف.
بنعمل البي تي والبي تي تي طلعوا برولونج النيوروسيرجن قالوا مش شغالين ليه يا جماعه هينزف من الانرجي الله يمسيه الخير دكتور اسمه ايه دكتور احمد حلقان كان ما شاء الله مدرس دلوقتي في مدرسه جامعه في جامعه طنطا دخلوا اي سي يو معاه الدكتور محمد عبد البر والاثنين عملوا كوزيرا تريتمنت وادوا بلازما وبتاع بعد كده البي تي والبي تي تي بقوا نورمال فطلبوا النيوروسيرجن رفض دخوله دخل الدكتور مصطفى فراج كمل اتكلم الدكتور اللي كان مدير القسم الثالث القسم بتاعتها دخل في النيوروسيرجري اتشال له الهيماتوم اللي موجوده مش حتى تخيلوا بعدها بالظبط بشهر بقى كومبليتلي ويل تشايلد ما انساهوش ابدا في حياتي فبقول لكم دايما ساعات بيكون انت السبب في حاجات ليه لان الدايجنوز مش هشكر في نفسي اللي هو قدر الله ان ربنا وفقني ان انا شخصت ان هو انترجنيمونش ليه لان ضرب في دماغي الهيماتوما ممكن تكون هيماتوما على البرين على عكس بقى جاي لي امبارح اول امبارح حاله برضه ما انساهاش ابدا طفل عنده هيمنجيوما صغيره خالص مش عارف في الهاند هنا بنروح عاملين له سي تي برين ليه لا يكون فيه هيمنجيوما في البرين طب هل هيجان هيمنجيوما في البرين هيبان في السي تي او الانيوريزم هيبان في السي تي مش هيبان انت عايز ايه عشان يبان فيه انجيو انجيوجرام يا جماعه نحقن البضاي ونشوف الفاسكولار سيستم موجود ايه في البرين دي اللي حبان لي قوي في الفيلم فده بالنسبه لي للحاجات التهميه يبقى انا اتكلمت على الكونفرشنز ومن ضمن الكونفرشنز قلت لنا الانتركرينيال الحالتين اللي لمستهم الانتركرينيال هيموريدج والانتركرينيال تور او الحاجات اللي بنسميها سبيس اوكيباينج ليجنز ده اتكلمت على الكونفرشنز اتكلمت على الانكفالايتس اتكلمت على المينينجايتس اتكلمت على الجولين باري سندروم اتكلمت على البوليومايلايتس اتكلمت على الانتركرينيال هيموريدج اتكلمت على الانتركرينيال تيومرز او سبيس اوكيباينج ليجنز دي حالات اللي براكتيكالي ان يوز انا مش عايز احشد دماغك بحاجات ده البراكتيكال اللي انت انفرونتد اوف ات تو يور براكتيكال لايف لحد ما تبقى سبيشالست يبقى انت بقى خد برانش واتكلمنا على الابيليبسي مهمه قوي جدا انك تبقى عندك نولج عن الابيليبسي اي اسئله يا جماعه قبل ما نختم ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على الهارت ديزيزز اخر محاضره في الجنرال بيدياتريكس واخد لنا نيونيتس بس الهارت ديزيز هتكلم على ثلاث حاجات بس محددين هتكلم على الروماتيك فيفرز والمشاكل اللي بتقابلنا في الاوفر دايجنوزس والاندر دايجنوزس عشان لو حد يحضر المحاضره. الاوفر دايجنوزس والاندر دايجنوزس في الروماتيك فيفر. نمرة اثنين هنتكلم على الهارت فيلير. هاو تو مانج ا كيس اوف هارت فيلير. نمرة ثلاثة مهم قوي هاو تو مانج ا كيس اوف كونجينيتال هارت ديزيز immediately after birth. immediately after birth. ثلاث موضوعات مهمة جدا بالنسبة لكم كجنرال براكتيشنرز. ما بقولش ان انتوا بيدياتريشنز كجنرال بيدياتريشنز لكن يو هاف تو انترفير معاهم قبل ما العيادة تريديت معاك يبقى كده بعد كده ان شاء الله بفضل لنا محاضرتين بس في النيونيتس على قدر المستطاع ان شاء الله بعامين ونختم الكورس بتاعنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الثاني بده يكون 10 20 دقيقه 100 100 لحد 100 ايوه طيب احنا مش على 150 150 بس بقى 20 في الويت 15 15 ليه؟